احسنتكم يا تويس. اخيرا تمكنا من اختلاء حقنا في هذه النقطه التنويريه. زي اللي احكي لكم الكواليس، احنا كما اتفقنا وكما تعرفوا عنا مده انه النقاط التنويريه تتعمل في اي ساعه من الليل او من النهار، لانه قاعدين نوثقوا وهي تبقى في المكتبه الرقميه اللي هي الصفحه بتاع الفيسبوك ويتم الترويج بتاعها، وبالتالي فما حتى اشكال في الوقت. والسهاره مرحبا بهم، واللي يرقدوا بكري ويخدموا ربي يعينهم يقوموا صباح ويلقاو هذه النقطه. علاش حبيت ان نعملها النقطه هذه اليوم؟ لانه حقيقه بعد المتابعه اللي عملناها لما بعد التحركات نتاع 25 جويلية 2023، وبعد التصرفات نتاع الحاكم بأمره في البلاد في هذا العيد اللي هو عيد الجمهورية، اللي هو الذكرى 66 لإعلان الجمهورية التونسية اللي تم في 25 جويلية 1957، واحد ما عادش ينجم يسكت. يعني احنا مرينا إلى مرحلة جديدة من المخاطر. احنا وريناكم المخاطر القديمة ووريناكم كيفاش البلاد ماشية في هاوية، واليوم مرينا إلى مرحلة أخرى، لأنه تحرك الحزب الدستوري الحر البارح أربك المهندسين، وقعدنا اليوم نستناو المهندسين كيفاش باش يتصرفوا، وريناهم كيفاش يتصرفوا. هذايا اللي باش نحكيو فيه، ورينا وزارة الداخلية كيفاش تصرفت، وتو نجيوها في هذه النقطة. قبل هذا البارح احنا شمس وقايلة وقصوا علينا البث المباشر مرة واثنين وطيروا لايف وطيروا، وليت ما عادش نحسب انا شي طيروا وشي خليه. شفتوا انه مشينا مباشرة الى اعلان مواقفنا وقراراتنا، ولليوم انا مستميتين باش نتحصلوا على الكلمة كاملة، لانه كل شيء طار. به ما قلت لكمش، وانا تعرفوا اني كل حاجة مستجدات نعلمكم بها، انه تذكروا وقت في العيد وقت اللي قالوا انه باش نعملوا الاتفاقيه مع اوروبا، وقالوا بعد وخرناها على خاطر جاي العيد، وانا قلت لكم اللي الحزب الدستوري الحر راسل الاتحاد الاوروبي، راسلنا مجلس اوروبا وقتها، مجلس الشؤون الاوروبيه اللي هو وقتها اجتمع واللي قالوا كيفاش باش يعملوا هالاتفاقيه، راسلناهم وانذرناهم وقلنا لهم اللي تعملوا فيه رانا مانيش باش نلتزموا به، وقلنا لهم اللي تعملوا فيه راهو من بعد ما تنجموش تواجهونا بمبدا استمراريه الدوله، لانه الحكم باش يتبدل، القوس هذايا باش يتغلق، احبيتوا انتم ولا ما حبيتوش، وتونس باش نسترجعوها، واحنا طبعا مانيش باش نوافقوا على اتفاقيات الشعب ما في بالوش بها، والشعب ما نكشهاش، ومؤسسات الدوله ما تداولتش فيها، وما صار عليها حتى اعلان داخل الوطن، وغرف مظلمه تعملت فيها مثل هذه الاتفاقيات، وشفتوا في الاخر لما خذ الجبل فولد مذكره غير ملزمه، وشرحت لكم اهم البنود نتاعها وشو نحبوا من عندنا الاوروبيين. هما جاوبونا، جاوبونا ولت البارح، علاش ظهر لهم شي جاوبونا ولت البارح؟ امورهم. بروكسل 24 جويليا 2023 سيرفيس اوروبيان بور لاكسيون اكستيريور، هذه هي المراسله. شير مدام موسي قالت لي احنا بون هذاك المجامله، نشكركم على الليتر اللي بعثتوها في 30 جوان كذا كذا. من بعد يقولوا لنا اللي راهو هما ما تغلطوش فينا، رانا احنا بالنسبه لنا تونس نعتبروها اللي هي جار وان فوازان بروش ان بارتنير دو لونغ دات، وقعدوا يذكروا فينا في اتفاقيتهم اللي تونس اول دوله عملت الاتفاقيه الشراكه نتاع الاتحاد الاوروبي ومع الاتحاد الاوروبي، وقالوا لنا اللي راهم هما توا قاعدين يحكيوا، يعني احنا خاطرنا قلنا لهم قاعدين تدخلوا في الشان الداخلي، وقلنا لهم ان انتم قاعدين تتصرفوا معنا بمنطق معناها الوصايه وكاني تونس تابعه ليكم، وقلنا لهم انه احنا نرفضوا الشيء هذايا، واللي احنا عندنا مشاكلنا الداخليه باش نحلوها، وفي انتظار ذلك ما تستغلوش الفرصه وتمشي تاخذوا اتفاقيات او مغانم لرويحكم والشعب ما في بالوش بيهم، ورانا مش باش نلتزموا بيهم. واضحه الرساله وان شاء الله لكم نجموا ترجموا تقراوها. الجملة المهمة، لأنه الآخر كله مجاملات، وأحنا وتونس وجوار واتفاقيات وأحنا نحبوا العلاقات وكذا، أما في الآخر شو يقولوا؟ يقولوا سي لتا لا سويت دو سو بارتناريا دو بروكسيميتي اي دو لاتاشمون اون رولاسيون افيك لا تونيزي كو لونيون اوروبيان سيت اكسبريمي بوبليكمون سور لا سيتياسيون دون لو بيي. يعني لانجيرونس هذيك والتدخل اللي احنا قلنا لهم عليه، قالوا هما لا احنا رانا من باب المحبه والصداقه والفوازيناج وهذايا الكل. يقول لك توجور
en soulignant le respect absolu de l'Union européenne pour la souveraineté tunisienne et les décisions que le peuple tunisien doit prendre pour son pays. في المراسلة الكل يعني احنا التعاون والشراكة والصداقة ومنه احنا انتم اول بلاد عملنا معها الاتفاقية اللي هما يحبوا معناها ينسينا انه تعملوا معنا الاتفاقية اصروا انه يحطوا البند بتاع حقوق الانسان ونسيوا انه رفضوا انهم يعطيوا الشريك المتميز التونس بدعوة انها ما تحترمش حقوق الانسان وساهموا في ربيع الخراب والدمار وجابونا الخوينجية تحت غطاء حقوق الانسان ولليوم قاعدين يمولوا في الف حاجة في حاجة في البلاد اللي هي تدمر في البلاد وكله تحت غطاء حقوق الانسان هذا ينساوه وينساو ايضا انه الاتفاقيه كيف عملوها مع تونس كانت تونس في وقت استقرار سياسي وكانت السلطه شرعيه وكان النظام في الاوج نتاعو عام 95 وحتى حد ما نجم ينازع في الشرعيه نتاعو ونجموا خبراء الاقتصاد يحكيوا لنا برشا على المنجزات والمكاسب اللي خليناها من الاتفاقيه هذيك، لكن انا اليوم مانيش موجوده باش نقعد ندافع على الاتفاقيه هذيك، انا موجوده باش نقول لكم انه اليوم قاعدين تستغلوا في الفرصه انه ما عندناش سلطه شرعيه وما عندناش برلمان شرعي والشعب ما في باله بحد شيء، والسلطه الحاليه سلطه اثبتت عدم كفائتها واثبتت انها ايدي مرتعشه واثبتت انها تخضع للاملاءات في وضع اللي الخزينه فالسه عام 95 ما كناش فالسين وبالطريقة اللي تحكيوا فيها هذه دونك هذه كله مجاملات انا الجمله هذه المفتاح اللي قلت اي نحترموا السياده نتاعكم وقرارات اللي الشعب التونسي يلزمو ياخذها لبلاده انا هنا حسيتها كاني كف للشعب التونسي معناها لو اذا كان انتم كشعب تونسي ما عملتوا شيء لبلادكم باش تحسنوا وضعيتكم وتعملوا شرعيتكم اللي تحكيوا عليها وتاخذوا حقوقكم وتاخذوا حريتكم ما تجيوش تحكيوا معنا احنا لقينا سلطه مادامي قائمه الذات احنا نتعاملوا معها ومادامي هي ضعيفه احنا نستغلوها ومادامي ماشيه معنا في الخط احنا نفرضوا شروطنا ومادامي مش معترضه على حد شيء احنا نعملوا اللي في بالنا وانتم بالنسبه لنا كشعب تونسي ما تستحقوش اصلا اليوم ان نحكيوا عليكم حتى اللي تاخذوا دي ديسيزيون للبلاد نتاعكم وقت يجوا يحكيوا معنا معناها في النهايه اذا ما تحترمش روحك ما يحترموكش الناس معناها اذا الشعب التونسي ماهوش هو اللي باش يقوم ويتكلم ويتحرك ويدافع على السياده نتاعو ويدافع على الحقوق نتاعو ويدافع على الصندوق بالمعايير الدوليه ويقول لا للمسارات غير الشرعيه ويقول لا للتدمير الممنهج اللي تعيش فيه البلاد راهو باش يستغلونا هذو وغيرهم 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 هذا الرساله وهذا الميساج اللي حسيتهم حابوا يوصلوه مع انه رانا احنا نقراو ونتفاعلوا يهمني في الرسالة هذه أنه هذا يثبت أنها وصلت ويثبت أن محتواها وصل إلى الجهة المعنية دونك غدوة وقت اللي نجي أنا ندافع على بلادي ونقول اللي التزم به قيس سعيد والشعب التونسي ما في بالوش به أنا مانيش باش نمشي فيه ومانيش باش نطبقه ومانيش باش نعترف به ما عادش يقولوا لي لانه في بالناش وما سمعناش في بالهم وسمعوا وجاوبوا وتفاعلوا اذا هذيك رسالتنا متمسكين بها انه احنا اليوم نرفض التدخلات باش تزيدوا تغرقونا اكثر من اللي عملتوه من 2011 لليوم ونرفض الاستيطان ونرفض انه تحلوا مشاكلكم على حساب الدوله التونسيه باستغلال الفرصه انها بين ايدي ضعيفه مرتعشه غير شرعيه ما تؤمنش اصلا بحق الشعب التونسي في تقدير مصيره هذا احنا قلنا لهم مش من حقهم تستغلوا الفرصه لهذا ومشاكلنا باش نحلوها احنا في تونس ما بين التوانسه ونهار اللي الشعب التونسي باش يختار سلطه قويه سلطه اللي تعرف تفاوض سلطه اللي واعيه بكل الرهانات سلطه اللي تنجم تناقش وتنجم تجيب مشاريع وتنجم تجيب مكاسب على قاعده غانيون غانيون وقتها احنا توا نجي ونعملوا الاتفاقيات اللي ما تكونش فيها حتى اهانه للدوله وللشعب التونسي. هذا حبيت نعلمكم به باش تكونوا على بالنا. بعد ذلك البارح شنو اللي صار؟ البارح 25 جويليا 2023 كما قلنا ذكرى 66 لاعلان الجمهوريه. توا احنا ملي جاو الخوانجيه لا عاد عيد استقلالنا عيد استقلال ولا عاد عيد جمهوريتنا عيد جمهوريه ولا عاد ذكرياتنا الوطنيه ذكريات وطنيه هذه في بالنا بي ان الخوانجيه مهمتهم الاساسيه هي تدمير الدوله البرجيبيه
وهي تدمير كل ما عملته تونس من الاستقلال الى اليوم. هذا تبين لي لانه مشروع الاخوان هو تدمير الاوطان وانه يدمروا الدوله المستقله وانه يدمروا كل ما هو حاجه وطنيه، دوله وطنيه وسلطه وطنيه. هذا كله نعرفوه لانه خدمتهم هي على المستوى الدولي، ويتغرسوا كيف الفيروسات في الاوطان باش يخربوهم لصالح القوى اللي زرعتهم واللي صنعتهم من الاول واللي احتضنتهم واللي فرضتهم على عديد من الدول العربيه. فما شكون تخلص منهم، فما شكون بصدد، وفما شكون نخربوا له البلاد اللي مازالوا ما لقاوش اليوم التوازن نتاعهم، وفما تونس اللي قاعده بين اخذ ورد، هما يفكوا واحنا نفكوا، هما يفكوا واحنا نفكوا، حتى لين نفكوا بلادنا. اذا متفاهمين فيه اي تصحيح المسار اللي حكيوا عليه، اي اش معناها انا نحب نفهم اش معناها احنا كتوانسه نوصلوا اليوم نقبلوا بكل اريحيه انه عيد الجمهورية لا يتم الاحتفال به بطريقة رسمية. احنا نوصلوا نقبلوا كيف ما عيد الاستقلال لا يتفتح له قصر ولا يتفتح له موكب رسمي ولا يتقال فيه خطاب رسمي ولا تصير فيه تحرك رسمي ولا حتى شيء. ولينا نعرفوا ان هما الذكريات اللي الحاكم بامره ينشيلهم، واللي هذوكم متعلقين بالجهات اللي هو حشته بها. أنا بالنسبة للدولة كدولة وشعار الجمهورية وشعار الدولة الوطنية الحرة المستقلة ما يستعرفش بها. إذا نحب نفهم بأي حق وليت الحكاية هذه حق مكتسب عند السيد هذا وعند المنظومة اللي تحكم إنه ما نسمعوا حتى كلمة رسمية ولو حتى ربع بيان رسمي يهنئ الشعب التونسي. لا عيدنا يعيدوا علينا، لا رأس السنة الهجرية يطلب الرؤساء بتاع الدول الأجنبية ولو صديقة وشقيقة مرحبا بها ورأس والعين، لكن يعيد عليهم ما يعيدش على الشعب. وعيدنا اللي شهداء الاستقلال ماتوا باش نوليو احنا دولة مستقلة وباش نوليو احنا جمهورية. لا نقراو فاتحة على الزعيم، لا نذكروا زعماء الحركة الوطنية، لا نعطيو حاجة اللي تذكرنا بتاريخنا، لا فما اليوم سلطة اللي هي استمرارية نتاع الدولة هذية إنها تحتفل. هذه حاجة عادية؟ هذه حاجة عادية؟ وصبحوا اليوم وسائل الإعلام يحكيوا على حصيلة التحركات ليوم 25 جويلية. هذا احنا نعاودوا للمرة الألف نقولوا أن نرفضوه ونعتبروا أنه شيء هذية إهانة للعالم، إهانة للتراب التونسي، إهانة لشعار الجمهورية، وإهانة للشعب، إهانة للمواطنة بتاعنا. وذي بالنسبة لنا احنا تدخل في خانة الجرائم، وتدخل في خانة انك انت مكش مستعرف الدولة اللي تحكم بها شنية نظامها والدولة اللي تحكم فيها شنية. لانه هما كي لعبوا اللعبة حتى 25 جويلية والمسار والمسار لعبوا على اساس انه باش تتعديلهم الفكرة والكلمة تاع الجمهورية الجديدة. القوها الجمهورية الجديدة هذه ما عندها حتى ربع لا شرعية لا مقبولية لا عملت حاجة للتويسة باش يوصلوا اصلا يستعرفوا بها ولا يتذكروها ولا يحتفلوا بها. ولذلك القوا انه فما الشعب فرحان بها الجمهورية الجديدة، ولقاو اصلا انه الجملة هذية ماهيش مقبولة عند المواطن، واللي قعدوا غادي هذاك ما عملوش احتفالهم لانه ما عندهم باش يحتفلوا الا بالخيبة وبالدنيا اللي قاعدين احنا عايشين فيها توا من غير ما نزيدوا نحكوا فيه، ولقاو رواحهم ما يعترفوش وما يحتفلوش بالجمهورية الاصلية اللي هي الجمهورية اللي تم الاعلان عليها في 25 جويلية 1957، وجاو الخوانجية اعتدوا عليها وعملوا دستور على قياسهم ودستورهم لم يصمد، وجاء السيد هذايا والمسار هذايا والمهندس الاول والثاني وكل شيء اللي صار وعاملين الدنيا تاكل في بعضها بيناتهم الكل، وكيف كيف فشل في جمهوريته هذه، وبالتالي لن يصح الا الصحيح وباش تصح الجمهوريه الاصليه اللي احنا ندافعوا عليها واللي احنا نحبوا نكونوا في وسطها ونحبوا نصوغوها بالطريقه اللي ترضي التوانسه. به هذه النقطه الاولى، البرلمان. البرلمان كيف كيف
تذكروا اللي احنا تدخلنا للبرلمان الغنوشي ما خليناش يعمل احتفال كيف ما يحب هو، لانه 25 جويليا 2020 احنا في اعتصام وهو عنده لائحة سحب الثقة نهار 30 جويليا والدنيا خايرة في البرلمان وما نهججناه من المجلس الأصلي ومشي ولا يباشر في المهام بتاعه من مجلس المستشارين. وتتذكروا الفضيحة متاع إحياء عيد الجمهورية غادي في المجلس، وإحنا بالنسبة لنا ما نستعرفوش باحتفالات ولا إحياء يعملوا الغنوشي اللي هو جاي باش يدمر الجمهورية، وفي إطار زاد عركات ما بينات بعضهم وقتها وحكومات وباش يحطوا وباش باش يحطوا وعينوا ما عينوش، ما احتفلش بها وما نالش الشرف انه يحتفل بها. العام الثاني صار فيها المسار هذا اللي يحكيوا عليه. اليوم برلمان اطلانتس برلمان بودربالا كيف كيف لم يحتفل. اما هذايا لم يحتفل اكيد عنده تعليمات من القصر انه ما يحتفلش. لانه القصر لا يعترف بهذه الجمهوريه انها يلزمنا نحتفلوا بالذكرى نتاعها. اليوم التوانسه يلزمهم يسالوا علاش برلمان اطلانتس اللي هو قاعد غادي ما يعمل في حتى شيء، كان يعدي في القنوطات ويستنى توا في المبادرات التشريعيه اللي باش يجيبوهم له الاوروبيين باش يعديهم لنا احنا في غفله من الشعب، علاش زعما ما يحتفلش؟ النواب نتاعو ما لينا حتى حد اعترض على انه البرلمان اللي هما فيه ما يحتفلش بعيد الجمهوريه، بودربالا اللي يقول بروحه رجل في وسط الدوله هذه من المفروض انه يعترف بالدوله التونسيه، عمل بيان كتبوه لنا مكتوب ومشى عمله في المجلس قبل بليله ولا شنو اللي عمل، هذا كله علاش؟ هذا يؤكد ان المنظومه هذه ما تعترفش بالجمهوريه التونسيه، وهذا يؤكد ان احنا قلناه انه جماعه ماشيين في دوله الخلافه اللي هي فيها حاكم بامره يحكم في كل شيء والناس الكل ما تحكم في حتى شيء وما تناقش في شيء، اما مازالوا حاشمين هاكا مسميين هذاك برلمان ومسميين الاخرى حكومه ومسميين هذاك قصر ومسميين هاكا مازلنا محافظين شويه على التسميات، اما الرسمي واللب نتاع الحكم هو دوله الخلافه اللي خدم عليها الغنوشي وخدم عليها القرضاوي وتوا يخدموا عليها كجماعه ذوك الظالميين تاع علم لكحل ويخدموا عليها الجمعيات الاخوانيه اللي مازالت التمويلات جايتها من كل حرب وصوب ويخدموا عليها الناس الكل. هذه لازمنا نفيقولها يا توانسه لانه هذا ما يلزموش يتواصل به. الجانب الاخر والذراع الاخر اللي يبلغوا به المواقف. عرفنا موقف القصر، عرفنا موقف برلمان أطلانتس، الحكومة ما عندهاش أصلا موقف لأنها كتابة ملحقة لدى القصر، لا حق لها لا في الكلام ولا في اتخاذ المواقف ولا حتى شيء إلا بتعليمات سامية ومن فخامته. قعد لنا موقف الأذرع الأخرى. شنو نلقاو؟ نلقاو البارح تحركات قال شنو هو يسميوها ويسميو فيها تحركات المعارضة. أتوا نجيوها شنو هي تحركات المعارضة؟ يقعد لنا الإعلام. انا نحط روحي اليوم مواطن تونسي لاهي في قصان الماء ولاهي في قصان الضوء ولاهي تركه في بيدون باش ولادي يغسلوا ولاهي نشوف كيفاش في الضوء باش نجم نضوي على داري ونلوش كيفاش نلقى خبز قبل العشره نتاع الصباح وكيفاش نقوم انا باش نشد الصف قبل جاري باش نجم نقلع طرف قضيه نروح بها للدار. لا في بالي صار لا في بالي بكى. استنست انه ما فماش قصر يتحل في اي جمهوريه. استنست انه ما فماش برلمان يتحل في عيد جمهوري. نقول اي تراح الساحه هذيا شي وسطها يا اخي، مش قالوا فما حزب الحزب الدستوري تراش عمل يا اخي، مش قالوا هذوك الخوانجيه واش عملوا، هذوك مش عملوا جماعه السيتو واش عملوا، ما واش باش يعمل باش يمشي يتبع الاعلام بخلاف اللي عنده فيسبوك باش يتبع الاعلام. كيتبع الاعلام شنو اليوم شنو نلقاو؟ نلقاو فضيحه كبرى. مرينا اليوم الى الاعتداء على المواطن. يعني انا توا مواطنه تونسيه نسمع الاعلام بتاع اليوم ونشوف شنو اللي تعدى في الاعلام بتاع اليوم، نقول انه فما معارضه هذوما الاشرار هذوكم الكل مع بعضهم كي الحزب الدستوري كي جبهه سيدهم الشيخ كيف التيارات ولا سميه روحهم هكا تنسيقيه المدنيه كي الناس كل هذوك كلهم الخايبين هذوك كل مع بعضهم
لكن ميشون هذوك كل مع بعضها هذوكم كلهم خرجوا البارح رم اربع كعبات هنا اربع كعبات هنا اربع كعبات هنا وهكا وزاره الداخليه خرجتهم وصورتهم وطلعوا معناها ما عندهم حتى عمق شعبي سيتو ما عندهمش علاش الناس تخرج الناس فرحانه والناس مخده في المسار والناس راضيه باللي صاير وهكا هو باش ما يظهرش اللي هو ما عندوش علاقه بالناس لان الناس ما خرجتلوش لا تزمر لا تزغرب لا فرحانه بالمسار نتاعو لا بدستور ولا باستفتاء ولا بحتى شيء هز روحه هز الكريمات نتاعو هذوك ما عادش قداش من كهرباء اللي كي يخرج يهزهم ومشي بيهم زعما زعما قال لك للتعامل مع المواطنين يمشي للمواطنين يقول له سيد الرئيس راهو عندنا الماء مقصوص مقصوص اما يرجع اي يرجع شويه في الليل اي يرجع انا نتبع راني في قصان الماء في الجمهور انا نتبع اما هو يرجع ما هو سخانه استثنائيه هذا جواب نتاع شخص يقول انه هو يحكم في البلاد في ارضا وبحرا وجوا وما يحكم مع حد الماء علاش مقصوص السيد الحاكم الكل اللي تحكم في كل شيء وتولي وتعزل ونحيك بدي جي سونيل وغضبه ما نعرفش شو بتعمل في السطيل اي هكا يرجع وهكا سخانه استثنائيه فجاه لك المواطن هذاك اللي كان يشكي يعملوا له الاخرين من غادي هكايا يقوم يقول له احنا معاك في الانتخابات الجايه احنا معاك حتى انا معاكم هذا الاحتفال بتاع عيد الجمهوريه من بعد نمشي لليبيا في العنب السؤال الوجيه بتاع عبد يبيع في العنب قداش بيع في العنب 4000 شبيك ماكش حاطط البلاكه خاطر هو يلعب دور المراقبه الاقتصاديه ما جاتش المراقبه الاقتصاديه في الصباح جا هو في العشيه لا لازمك تحط البلاكه حاسين زياره قويه ياسر وزياره اللي استمعت الى مشاغل المواطنين وزياره اللي فيها التفاعل مع المواطنين واعلام العار واطلانتس واغلو والاتحاد الاوروبي رئيس الجمهوريه يتفاعل مع المواطنين يستمع لمشاغل المواطنين يلتحم بالمواطنين شارع بورقيبه خرج هو والترسانه الامنيه كل الاطياف كلها موجوده وراه اربعه من الناس محسوبين بالحساب هذوك اللي جابوهم الصباح وبعد قالوا لهم ليه راهو رجعوا العشيه رجعوا الاربعه يا اخي سخنت عليهم القايه ما رجعولوش الاربعه خرج لهم هو ما نعرفش السته ولا قداش ما لقاهمش القائك الاربعه هذوك الميليشيات بتاع الفيسبوك لانه احنا عقاب الزمان يا تويسه نهار عيد الجمهوريه باش نسمعوا النشاط بين الظفرين الرئيسي يلزمنا نتابعوا صفحه الداكس داكس يعطيك نشاط رئيس الجمهورية ويعلن لك انه رئيس الجمهورية في شارع بورقيبة لا صفحة الرئاسة تعلن لا حتى حد من بعد هكاك يهبط الفيديو المنمق المنتج المريقل هذاك من بعد هكاك تشوفوا اما احنا مستقيم اخبارنا من داكس الاعلان نتاعنا تبارك الله عليه في قناة الجنوبية ما لقاو حتى كفاءة وطنية في البلاد والا كفاءة ولا مناضلين اللي ساهموا في الحركة الوطنية ولا ناس عاشوا فترة المجلس القومي التأسيسي وقت اللي علموا على الجمهوريه ولا رجالات ولا نساء الدوله اللي بناوا الدوله بعد اعلان الجمهوريه ما لقاو منهم حتى حد هذوكا لقاو الداكس باش يجيبوه يحكي لهم على عيد الجمهوريه هذاك سيء ولاو ميليشيات الفيسبوك ابوني عند الجنوبيه هذيك ارتحنا منها نشوفوا البقيه نلقاو التلفزه الوطنيه ونلقاو البقيه خلينا نشوفوا مع بعضنا التفاعل نتاع الاعلام التونسي مع مسيره الحزب والتفاعل اصلا مع اللي حكيو عليه التحركات نتاع المعارضه لهنا نجيو نشوف بالنسبه للحزب شنو اللي قالوا عبير موسي لا خبز لا زيت دخلتونا في الحيط هذا الصريح الشارع المغاربي على الاقل عمل تصويره من قلب الحدث وعمل العنوان على الاقل في حاجه تبقى كابيتاليست كيف كيف على مستوى الجرائد المكتوبه والاعلام المكتوب مازال فما شويه هون في شويه جرائد مش الكل زاده واكثرها الالكترونيه باهي هذايا شفناه نلقاو لهنا في ديريكت انفو المعلومه اللي سي تفهموا عليها الناس الكل وبعدها نراوها عند بقيه المنابر البارح الحزب الدستوري الحر حضروا له 300 شخص منين جابوها منين حسبوها شكون قالها لهم ما جاوش غطاو حتى حد ما ورى وجهه منهم البارح فما كشف وفما التلفزه الوطنيه اللي هي جات الاخرين الكل ما جا حتى حد اما من بعد سي عملونا التاليف نتاعنا علاش على خاطر الاعلام الخارجي قال انه جبهه سيدهم الشيخ جابت 200 احنا ما نجموش نقولوا 200 قد خاطر حتى اللي ما يراش جمله ما يراش جمله يلزمو يعمل غدوة عملية باش يسترجع شوية نظر يرى انه ما فما حتى علاقة ما بين الحربة متاع المسرح وما بين المسيرة الكبرى متاع البارح
واللي قالوا أنا نحشم على رواحنا أو كهما ميتين الحزب الدستوري نعطيه 300 وتخرج الجريدة هذه وبرشة اللي خليوا نفس النص هما بيدهم ويقول لك أنبيران 3 بارتيزان دو بارتي أن بارتيسيبي أسو راسمبلمان أصلاً هي مسيرة وما يقولوا راسمبلمان وتلموا فيها 300 كهو أنت ما تعرفش أكثر منهم تلموا 300 إن بعد نلقاو هذه تبارك الله كلهم احزاب معارضه تتظاهر يحبوا الحمص والزبيب خاطر المهندس قاتل روحه يحب توحيد المعارضه توحيد المعارضه اللي هو يحب عليه انه يحبوا يعملوا زعما زعما احنا يعرفونا ما نحطوش يدينا مع الخوانجيه هذاك كي يطلعوا للكاميرا دونك ولاو ايش يعملوا كي نخرجوا احنا كلهم اخرجوا الناس كل وتولي التغطيات الاعلاميه المعارضه خرجت الاحزاب خرجت ونوليو بالسيف معناها نوليو مع بعضنا ونتحطوا فرد سله والكلنا المعارضه اللي ضد سيادته باهي احزاب المعارضه خرجت وهذاك الكل اللي عجبني انا في ليكونوميست مغربا Des partis de l'opposition manifestent à Tunis à l'occasion de la fête de la République. Il y a une liste de mais il y a tableau qui fait le site de Meshir, quand on dit le site de Meshir, c'est le Mouaraz. Mais il y a tableau et il y a le takfir et l'imam radif et que j'avais à l'évique, c'est le Mouaraz. Et que le tableau que je m'en dis, comme il y a des tailleurs, ça m'a dit, c'est le ولا شنيه يعتبروا فيها معارض يعني تعويم والتصويره شنيه اللي حطوها هيك قدامكم تصوير نجيب الشامي دونك فما تعليمات اولا معارضه كلها مع بعضها فماش حزب الدستور الحر هذايا ووقت يقولوا المعارضه نجيب الشامي دونك البلاد فيها قيس سعيد اللي دخلها في متاهات اللي قاعدين نراو فيها تحبوا انتم معارضه مثلا نجيب الشامي لانه يعرفوه انه ما عنده حتى وزن انه الناس ما تحترموش بعد المسيرة السياسية اللي عملها وهو بطل وهو اعتزل وهو خرج ومرة يسب الخوانجية ومرة يحط روحه بين أحضانهم وتوا عادة قدم روحه قربين جملة واحدة ليهم هذيك يحطوه لك سمبول المعارضة باش التونسي يقول لك حط لي أنا ما نعرفش شنية تحط لي في تونس وما تحط ليش جماعة هذوك يعني المهم احنا ما نظهروش البديل والامل اللي تعطى للتوانسه هذاك عمرك ما تراه في وسط وسائل الاعلام هذاك الطرح الموجود رجعوا يخدموا فيه بقوه خاطر عندهم سيناريو المده الجايه هاكا قاعدين يخدموا فيها تنجيم كيف كيف ليكونوميست مغربان نفس القرايه قاريه ونفس النص هو بيدو انفيرون 300 بارتيزون دو بارتي ان بارتيسيبي ا سو راسمبلمان وكاش كما كنتم شفتوها جات البارح من الكواليس وعديت بالطريقه اللي هي شافتها به نجيو توا للتلفزه الوطنيه لانه ريت هذوما كلهم احنا ما يهموناش اعطينا التلفزه الوطنيه اللي نخلصوا فيها بفلوسنا التلفزه الوطنيه اللي احنا كمواطنين وخرجنا نحبوا نشوفوا شنو خرجت لنا اش خرجت لنا التلفزه الوطنيه خرجت لنا تقرير غلط في الظهر فيما يعرف بقضيه التامر على امثال وفي مقر الحزب الجمهوري عقدت ما يعرف بتنسيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية ندوة تلت مسيرة دعا إليها التيار الديمقراطي انطلاقا من شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة في اتجاه ساحة مي الجليدي تنديدا بالإجراءات الاستثنائية التي تم إعلانها في 25 من جويلية 21 و2000 ومطالبة باستقلالية القضاء وحيادته كما انتظمت مسيرة للحزب الدستوري الحر انطلقت من أمام مقر الحزب القديم وصولا إلى القصبة سيرة حضرها عدد من أنصار الحزب ورفعت خلالها عدة شعارات وأكدت خلالها رئيسة الحزب عبير موسي أن تونس جمهورية مدنية وأنها لن تكون دولة خلافة أو أرضا للاستيطان الأجنبي ولن تكون تونس تابعة لأي جهة في العالم مطالبة بالسيادة الوطنية وبتوفير ظروف عيش كريم للتونسيين في بيت أنا لن نحب يفهمون التنسيقيات اللي حكيت عليهم عدت مسيرتنا أحنا وكي جاوا يحكيوا على الحزب الدستوري ما وراه حتى تصوير ما فهمتيش انا نحكي فيهم صدفة وين في التلفزة الوطنية شنيا ذي غلطوا ركبوا تصور على كلام ما حضروش التقرير نتاعهم المسيرة هذيك مسيرة الحزب الدستوري الحر هما ساعة في عود يوريو المسيرة يوريو في الكهرباء ويوريو في الأمن ما في عود يمشيو يوريو المسيرة يوريو في هذاك براسي ميساج اي من بعد هذاك الكل تحسب على تنسيقية الدرشنية المدنية وما يعرفوا هذوما الفقاقيع اللي ما عندهمش وجود قانوني هكيكا حك راسك وقول تنسيقية حك راسك وقول جبهة حك راسك وقول جمعية ولا منتدى
ومن بعد كنجيو الحزب الدستوري حتى المخرج ولا ما نعرفش شكون اللي ليه يما فقت بروحك انت غلطت كملت رجعت تصورنا حطيتهم مع الكلام اللي انت قلته. الحزب الدستوري انا كمواطن نحط روحي نتفرج توا في التلفزة وما نعقلش الوجوه وما نعقلش هذوك شكون نقول ملا تنسيقية القوة المدنية ذي هيك خرجت في مسيرة كبيرة. اما الحزب الدستوري مادام ما وراهوش مادام ما خرج مع حتى حد. هذه التلفزة الوطنية اللي فيها الامكانيات الكبرى واللي هذاك هو راس مالنا احنا اللي طلعنا به من دولة الاستقلال هي التلفزة الوطنية. حكاية يتعمل التقرير نتاعها في الليل 8 ديركوا الامر خاصة نفس التصاور. انا نحب نركز وقال الحزب الدستوري القديم وصولا الى القصبه انتظمت مسيرتنا حضرها عدد من انصار الحزب الدستوري الحر ورفعت خلالها عده شعاراتنا واكدت خلالها رئيسه الحزب عبد الرؤوسي ان تونس جمهوريه مدنيه وانها لن تكون دوله خلافه او ارضا للاستيطان الاجنبيه. إذا خرجنا احنا من هذه المسيرة 37 ثانية بالتماني والكمال هو حقنا هذاك وأقل ما فما حقنا أنه في أخبار الثمانية بلاغاتنا تتعدى بياناتنا تتعدى أنشطتنا تتعدى كل شيء يتعدى. هذاك هو مش قاعد يتعدى في المدة اللي فاتت اليوم هاكا بعد الغلطة متاع القائلة وفي بالهم ووصلت لهم أنهم عملوا غلطة في الليل عملوا 37 ثانية حزب ياخذ 37 ثانية في الأخبار. تلفزة وطنية اللي هي متاع التوانسة ما تلقاش فيها برنامج سياسي ممنوعة من السياسة وحتى لين يمكن يرجع لها بطبيعة الموسم الجاي اللي هو ماهوش برنامج بتاع سياسة برنامج بتاع الجوقة بتاع سياسة وأكيد اللي قاعدوا كل مرة يجيبوهم يقولوا لهم مجتمع مدني ولا يقولوا لهم كل الكركوريت بتاع الإذاعات يلموا منهم في العشية ويحطوهم بعد إنصاف من عاش عدم زالت بعد ما دخلت مع أبو دربالة ولا وذلك هو برنامجهم. يعني المواطن التونسي اللي من حقه من أبجديات الحق نتاعو إنه يسمع مواقف سياسية في التلفزة العمومية اللي هو يخلص فيها باش يفهم راسه من ساقيه باش يفهم شكون يحكم فيه باش يفهم شنو هي السياسات باش يفهم الناس اللي الدور هذيا كلها شنو هي مواقفها ويفرز باش نهار اللي تجي فما انتخابات يبدا عنده هو الأرضية. احنا هذا تحرمنا منه. يعني بعد نضالات كبيرة اقتلعنا 37 ثانية والسبعه وثلاثين ثانية هذوك خير من بلاش. أنا نحب نقول لكم اللي ما نشبش نرضاو بهذا الوضع وبهذه التغطيات وبهذا التصرف متاع التلفزة الوطنية مع الحزب الدستوري الحر ومع مفهوم العمل السياسي الوطني الملتزم بقوانين البلاد في تونس. هذا ما نشبش نرضاو به وتوا في المرحلة القادمة نشوفوا تحركاتنا. نمشي توا للإذاعات والمنابر اللي معناها وليت بكل صفاقة وبكل وقاحة تكذب على التوانسة. شو اللي حبوا يعملوا كيف تبعت؟ كيما قلت لك حبوا ريت سيدهم الشيخ غلفوه في جبهة الجبهة توا واللي بيحبوا يغلفوها بالبقية. انا عملت نشاط مؤيده والوحده قلت 25 جويلية باش نعملوا مسيره باش نعمل احتجاج وطني اعلنتها نهار 18 جوان قدام وزاره الشؤون الخارجيه بالطبيعه المهندس يعطي التعليمات الناس الكل تخرج في الوقت هذاك باش تظهر اللي العباد كلها عملت نفس النشاط وتلتقي في نفس الاهداف لانه المهندس عنده امنيه قبل ما تتبخر احلامه الكل لان باش تتبخر قريبا انه يشوف نهار في حياته لقاء او التقاء بين الحزب الدستوري الحر وما بين حاجه تشبه لسيدو الشيخ. هذيك اللي هو مش باش يراها احلامه الكل باش تتبخر واللحظه هذيك مش باش يفرح بها لا هو اللي يستناو فيها كي شنو اللي تعملوا كي شنو اللي يصير. احنا نزلنا مواصلين القدام. اذا شنو اللي يعملوا كلها مع بعضها يلتقيوا تولي نحكيوا بالجمع تحركات البارح تلتقي كلها في هدف ان من اجل الحريه ان يعني وليد انا والغنوشي عنا نفس الهدف هبطت على خاطر البارح. انا البارح هبطت على خبزه التوانسه هبطت على ظروف العيش الذليله اللي هما ذلونا بها هبطت على المسار غير الشرعي هبطت على انه تونس ولينا عايشين فيما قبل وقبل 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 الوراء
لا خبز ولا ماء ولا ضوء ولا دواء ولا بنية تحتية ولا مشاريع، وزيد فوق استعمار وفوق استيطان وفوق قوانين باش تهبط علينا توا من برلمان ما يمثلناش وما عندناش طريقة باش نطعنوا فيها وباش ياخذوا لنا بلادنا. أنا هبطت قلت لهم رجع لي بلادي، وين خبز ولادي؟ هذايا ما خرج الشعار، هذايا ما خرجش في حتى وسيله اعلام، بخلاف واحده من الجرايد هذوما كي توا ترجعوا تعملوا الكابتور تلقاوها قالوا اللي تحت شعار رجع لي، ولا واحده منهم زاد اللي قالت تونس مش للبيع والشعب مش قاطيع. يعني لا شعاراتك تظهر، لا الهدف من مسيرتك ولا تحركك يظهر، لا موقفك يظهر، لا الاعلان. ريت البارح انا مش بوابت قداش من نقطه واعلنت عليها، حتى شيء ما يظهر. هذاك الكل يتعوم ويتغم ويتغطى وما يتعداش وما يوصلش للمواطن، وتولي انت مكون من ضمن مكونات المعارضه اللي هي معناها مرفوضه وما تبحيش الشعب، وجاوها 200 والاخر جاوها 300 وذاك هو، وتقعدوا كيكه وسيبكم قيس وخرج التحم بالمواطنين وسال العنب قداش سومه والرياكسيون تاعو انه يزبط تحط البلاكه ولا الماء يقص ويعاود يرجع. هذا الشيء يحبوا يعملوا. انا يحبوا يحطوني في نفس الخانة ونفس السلة تاع نجيب الشابي وجماعة هذوكم اللي تعرفوا موقفي منهم وتعرفونا احنا شنيا مواقفنا. يحبوا يحطوك انت يعاونوك في وسط الكل لانه هما خرجوا يدافعوا على المعتقلين نتاعهم، لانه ما تهمهم في البلاد لا هما لا المهندس، تهمهم كان المعتقلين نتاعهم وحقوق الانسان ما تتكلم كان عليهم هما. والدنيا دي كان عارفوها، لا خرجوا على خبز التتويزه ولا شيء، خبز التتويزه هما ضيعوها وهما وصلونا للتدين المفرط وهما ركعونا لاوروبا توا وهما عطاوا تونس على طبق ركعه على اركايبها باش قيس سعيد كمل بيحة. يعني ما خرجوش، انا ما عنديش نفس الاهداف انا وياهم وما عنديش نفس الرؤيه انا وياهم، وانا ضدهم لليوم الغدوه اللي بعد غدوه، وضد هو من البارح لليوم الغدوه اللي بعد غدوه. يجيبوا كان اللي يكذب عليك، كان التقزيم، كان المستوى المنحط، كان الاجنده اللي توا باش نسمعوها في بعض المقتطفات وتوا نرجعوا لكم. تفضلوا، هذه العصاره نتاع التغطيات نتاع اليوم. ثلاثة تطورات كلهم خفت من القاسم المشترك اللي هما الانتصار للحرية وانتصار السيادة نتاع الدولة. وبدل ما أنه اليوم جبهة الخلاص، اليوم جبهة الخلاص وحزب مدموسي وحزب مدموسي وحزب الدستوري والفلسطينية القوى الديمقراطية والحزب الجمهوري وكان حزب مدموسي ينتصر للحرية، ينتصر للسيادة الوطنية بالشعارات نتاعو، ينتصر للسيادة الوطنية. انا كل حاجه فيه ان الثلاثه تظاهرات ينتصروا للحريه وللسياده الوطنيه، بعد حزب عبد الموسى ينتصر للحريه والسياده، حقد للسياده الحريه للسياده الوطنيه وللحريه. اللي يصوص متقفات ينسوا في نفس الشعارات، حزب عبد الموسى وجبهه الخلاص بالديات حركه الرعب تقريبا نفس الشعارات ونفس المطالب، ما عاد يصوص كانوا يتظاهروا كيسيروا بعضهم الدب في البلاد. خلينا نشوفوا قبل ما نعطي الكلمة للجيش، نشوفوا الصور اللي عطتهم وزارة الداخلية تقريبا على الحضور. يبدو لي أن الصورة اللي باش نشوفوها توا على جبل خلاص أو لبيت في رجنق شاكيرينا، يبدو لي الصورة هذه من فوق معناتها الدرون على جبل خلاص. طبعا سخانة كبيرة، طبعا مش مهتمين بالسياسة، ولكن الحجم معناها قاعدين نحكيو هوني على قد 300 شخص هكا تقريبا 400 شخص اضافه صغيره بعد ومدعوس كيف كيف ما عملتش اكثر برشا اضافه صغيره في مسيره لها البارح. رئيس تنفيذ الدستور الحر عبير الموسي اعلنت انها مرشحه الدستور الحر للرئاسيه القادمه، ولكن الرئاسيه عندها شروط حسب عبير الموسي. بشرط يعني انا كان يحب حتى مش بقصة حكي العنوان التالي، انا مستعد نشري بغلة لو على شرط انها تكون تولد تعرف البغلة لا تلد انا مستعد نترشح للانتخابات الرئاسية لو كان هيئة معسكر تمشي والاعلام يولي نزيه وكذا. هذا ضرب من ضروب الخيال، يعني هذا بشكل اخر هو اعلان، وانه الدستور الحر اختار مواصلة الشارع مصادر العمل السياسي في الشارع في غياب نواميس يراها غير اللي هي مش متوفرة. فمن أحسن الأخبار اللي يكون اسمها رئيس الجمهورية البارح المرشحة له بالشروط اللي مش موجودة، مش ممكن مستحيل تتوفر. يعني سيدي
يعني هذوما العصارة تقريبا نتاع شو انا ديما نقول لكم حتى روحي توا مواطنه ديكونيكتي ما غلبتني الدنيا ما نسمع شيء كاين اليوم او كان راديو تحت راسي ولا مقيله ولا انا نخدم ولا حتى كيت ونسمع نسمع الناس هذوما ممثل منظومه الخراب لولا زيد الهيني مرر رساله انه احنا حزب الدستور الحر نشتركوا مع سيدهم الشيخ في مبادئ الحريه والسياده الوطنيه. هو سيدهم الشيخ يعرفها السياده الوطنيه اصلا، هو ينتمي لتنظيم دولي خارجي، هو مبعوث منه، هو الجمعيات اللي عاملهم الكلهم اجنبيه خارجيه وزرعها هو في تونس. اصلا التنظيم اللي هو زعيم فيه وينظر له ويكتب له كل يوم ضد الانظمه الوطنيه وضد الحدود الوطنيه وضد دوله وطنيه، هما مجموعه الخلافه وكل واحد ما بطبيعته شنو الطريقه اللي يحب يوصل بها. انت اليوم تحشرني انا والخوينجيه في السياده الوطنيه اللي انا عرفتي الاولانيه بخلاف العنف والارهاب والدنيا انه هما جيو باش يضربوا الدوله الوطنيه، هذايا مساج خبيث. اما شعمل اللي هو كي قال كلمه نتشاركوا في الحريه طاح في الفخ، لانه من المفروض اني انا مش تاع الحريه، انا تاع الاستبداد والديكتاتوريه وشي هذاك. جا جوقة الخليفه يصطاد له في الماء العكر، قال له عبير موسي حزبها تاع الحريه، هذاك مسكين ربي يفرج عليه. والاخر من غادي اللي عقده حياته مدام موسي ما ينجمش ينطق هكا في جريجمو كلمه الحزب الدستوري، لانه اكل احقاد نتاعهم على الساترة التيار نتاعو هو وتفكيره هو ما ينجمش يتخلص منه، خاصة وقت الساترة الأحرار مش البيوعة اللي طلبوا الفيستا ولقاهم قدامه أيامات النداء ولا مازال باش يلقاهم قدامه توا وقت اللي يخدموا للعصافير النادرة. دونك هذاك حزب مدام موسي نتشرف بذلك وهو الحزب الدستوري الحر. دونك شفتوا كيفاش الرسائل تتعمل؟ فين الحقيقة في وسط هذوما الاثنين؟ شكون منهم قال الحقيقة؟ شكون منهم ورا يا اخي؟ هما وقت اللي انت تبدا تتكلم شبيك ما وريتش تصاوب؟ واش مستانسين تبداو هكا اون بوكل يعديو؟ شبيك المخرج نتاعكم يديه ما نجمتش تدخل الصفحه نتاعي اللي مسمسره ومو فيها جمله ويجبد حتى سيكونس صغيرونه هكايا اللي منعت من السانسره ويعديها هكايا اون بوكل؟ توجعكم عينيكم، ما يسيبش الشعب التونسي يشوفوا شيء هذا، لانه غلطوها قبل الغلطه هذه، يبداو يسبوا فيا ويحطوا بجنبها التصويرة بتاع الناس هكا في الوقفات وفي المسيرات، لقاوها ما تخدمهمش، لأنه الصورة بلغت للمواطن أنه فما جماهير وفما تعب شعبي. ولاو المرة هذه بقدرة قدر ولا المصدر بتاعهم هو وزارة الداخلية. المصدر باش يعرفوا التعب، ما ينجموش يمشيو للمواطنين يراو وجوه ولا يراو تصاور ولا يراو فيديوهات على الأرض، يراو حاجة معلقة في السماء السامعة اللي معاملها سي كمال الفقيه وارثها على توفيق شرف الدين، اللي هذه الصنعة الجديدة اللي تعلموها وليت هذيك المصدر. علاش؟ على خاطر المهندس البارح فشلني، البارح المهندس اكتب النهاية متاع أثره بيديه، يا أخي ولا يحب يدارك أمره بالإعلام اللي هو تحت سيطرته إنه ما يظهرش اللي صار البارح، لأنه المهندس عنده مدة يخدم فيها الخدمة هذه، أنا نقول مسيرة وهو يخرج الجماعة، الجماعة عندهم توا عام ونص ولا عام وقداش استنزفوا، ما عندهمش ناس وما عندهمش ناس تتبعهم وما عندهم حتى شيء وما عندهمش قاعدة شعبية، وحتى الخوينجية مشاو ولاو مع قيس لأن كلهم مع بعضهم هما فرد تفكير وكلها كي بعضها، وفما جماعة مخبيين ليومي اللي يستحقوهم، وفما ألعاب هذيك يخدموها هذوك معروفين يعرفوا يرقدوا حلفة ويعرفوا رواحهم زادة من غير المصروف نتاع سيدهم الشيخ ما نجموا يعملوا شيء. إذا المهندس البارح عرف إنه خرج بيدق اللي هي ظهر ما عندهاش عمق شعبي. في المقابل خدموا الخدمه باش يعتموا علينا، خدموا الخدمه ما عندناش احنا في الاعلام، خدموا الخدمه بصفحتي تضرب، خدموا الخدمه الصفحات اللي تبارتاجي حاجه عملها تاعي انا تتعاقب، الحسابات تتعاقب، لي كومونتير يتعاقبوا. البارح نتبع في كشف نتبع وعامله لي كابتور موثقه الدنيا الكل، لي كومونتير اللي عاملينهم الناس اللي مساندين الحزب الدستوري الكلهم لقاهم كومونتير ماسكي 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 ماسكي. نحل نلقاه يقول في حاجه باهيه على البدايه،
يعني خدموا الماكينات الكل باش يردونا ماشي في بالهم، نقومونا ومحنا بالزخام بتاع البارح في الخمسين سخانة، وهما جندوا الإعلان كان لاحظتوا عندهم نهارين كيما وقت الكورونا هما يغوثوا، الرصد الجوي قال ما تخرجوش الصباح، الرصد الجوي قال سخانة عمرها ما صارت، الرصد الجوي قال للي العبيد البارح التسعة متاع الصباح نش شدة ديارة، الرصد الجوي قال باش تطيح الدنيا من السخانة، ومع هذيك خرج لهم العدد هذيك والحماس هذيك والمطالب المدروسة هذيك والوحدة واللحمة هذيك والشرارة متاع الحماس اللي عنده مقابل للضايح اللي خرج، وبالتالي اليوم صبحوا يغطيوا هاكا نلفقوا كل في بعضنا الكلنا بميتين الكلنا بثلاثمية، وشكون اللي قال؟ وزارة الداخلية قالت، وإذا قالت وزارة الداخلية فصدقوها، أتوا نجيو لك ريحتها، وزارة الداخلية جابتها الروح. أنا اليوم نحب نوريكم بالملموس احنا وين، وجماعة سيدهم الشيخ وين، وجماعة كتنسيقية القوى المدنية والتيار الديمقراطي اللي عندهم 200% حضور في الإعلام، والإعلام اللي صبح للي يرقد وهو يعيط لجماعة التيار الديمقراطي، هاكا وزنهم في الشارع. اللي قال لك دعونا إلى مسيرة مواطنية ليشارك فيها المواطنون، هنا باش نراو المواطنون، وهنا باش نراو سيدهم الشيخ، ومن بعد عادة نراو الخليفة الحاكم بأمره مولى المسار، شكون اللي خرجوا له الدرون نتاع كمال الفتيه من كثرة اللي هبطت 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 ما نجمش تحسب حتى حسبة، هو احنا وريتوا كيفاش خرجونا، ان كنت هما القوها نكتة، يقول لك بريحتنا خلي يقول الدرون اتكسرت ما صورتش جماعة الحاكم بأمره. اين بداو نشوفوا مع بعضنا؟ هذا كله للتاريخ. هذيك من 300 هذوكم 300، ومدام موسي ما لمتش اكثر من جبهه سيدهم الشيخ، والبريح هذاك بتاع الاستفتاء قال لك الشعب لم يلبي النداء، ولانه المعارضه ما فماش، لانه الشعب يعتبر انه المسار باهي وصحيح، يعني توصلوا تحتقروا العدد هذاك في الشمس هذيك، في بالكم عندنا مناضلين وبربي نحب بالمناسبه نسلم على الناس الكل ونشكر الناس الكل، عندنا شكون البارح في المرويح قلبه سكت وهزوه للسبيطار والحمد لله ربي لطف بيه، عنا ناس تبقلت، عنا ناس، انا واحده من الناس البارح كيف هبطت ما كنتش نتصور روحي ما زلت اصلا باش نزيد في الخطوه، هذوكم بنزالاتهم بلفتاتهم اقراوا اللفتات، اللفتات هذوكا تقعد حياتكم كامله ما تنجموش تخرجوا شعار بسبي كيف هكاكا، بالمطالب هذيك اللي هي مطالب الشعب التونسي، الماكلة والعيشة الباهية والكرامة والسيادة والمسار الشرعي والديمقراطية والحرية، كل شيء طالبنا به، تصوير بورقيبة منورة وشفتوها هذيك اللي تقتلهم وتقهرهم، هذيك الكل تحتقروه، وأربعة من الناس مرتزقة ووفاق إجرامي تسميوه في رواحكم إعلام في المنابر اللي سكتوا معاش هذاك يحكي علينا جملة
واللي قعدوا هذوما يحكيوا هكايا تجيو تحتقروا الناس هذوكا وتكذبوا عليهم وتكذبوا على المواطن اللي ما راهمش وما في بالوش بيهم على خاطر حتى الفيسبوك اللي نوريو بيه الفيسبوك بالطبيعه مع نتاع المهندس نحى الصفحه وعمل الامور اللي تعرفوها هذيك الكل ومن بعد يخرجوا لك بخليك هذوك حتى اللي عنده هكا شويه حسن نيه لانه زينا على الاقل من الصحفيين اللي فريمون بعيده بعيده برشا على الاخرين في الموضوعيه على الاقل قالت اعلنت رئيسه الحزب على ترشحها للانتخابات الرئاسيه يا اخي ما تقراوش قبل ما تدخلوا يا اخي كي تبداو باش تحكيوا في السياسه ما تعرفوش صاير في البلاد يا اخي انا البارح اعلنت على ترشحي للرئاسيه في الدرجه هذه عندنا وسائل الاعلام ما عندهمش هكا في مخهم معلومات محينه انا اعلنت الترشح للرئاسيه من اجتماع اللجنه المركزيه للحزب في 19 فبراير 2022 ما زال لا صار استفتائكم لا دستوركم لا برلمانكم لا دنيتكم اللجنه المركزيه حسمت الامر ورشحت عبير موسي للانتخابات الرئاسيه انا البارح نحكي خاطر هما ما عطيوش الكلام في الاداره نتاعو مع العباد خذوا حاجه هكايا خذوا كاني انا اعلنت انا جبت الانتخابات الرئاسيه في معرض كلامي وينكز عاد عمك عماد بن حليمه المنتدب الجديد فرح راهو مسيك مشى فرح الجماعه تاع العصافير النادره قال لهم راهي عبير موسي شارطه انه الاعلام يكون نزيه قال لك هذه تسمى تحبتش اللي بغله تولد يعني بالنسبه لي حق مكتسب انه ما يكونش الاعلام نزيه راهي عبير موسي قالت هيئه معسكر هذه ما تصلحش نتاع انتخابات عنده هو هذه البغله تولد خاطر هو عنده يعني احنا نجيبوا لنا اعلام اللي يضحك علينا وذي راجل قانون حسب اللي روحه ومحسوب علينا في المحاماه انه هو عنده عادي هيئة بلاش نصاب هيئة ماهيش مطابقة للدستور هيئة بالضرائح نتاعها بالفساد نتاعها عنده عادي انها تدير انتخابات رئاسية مفصلية لأنه المرة هذيا يا الشعب التونسي يسترجع تونس يا الشعب التونسي يبيع هو تونس ووقتها يتحمل مسؤوليته يعني عندهم عادي تتعدى الإعلام غير نزيه قال كذي حاجات مش باش تتحقق إعلام نزيه وتحب هاي انتخابات انت على الأقل في الحد الأدنى هكا نتاع شوية معايير هو كل شيء ماهوش شرعي اما انه يقعد بعسكر اللي حق مكتسب عنده هو وانا اللي نحكي فيه هذايا نحكي في الخيال اللي مش يتحقق هذا الناس تحطوهم في الاعلام هذا الناس تجيبوهم باش يوريو للعباد كيفاش ينوروهم وكيفاش يطالبوا بحقوقهم يقولوا لي اعلام نزيه كاني بغله باش تولد بطبيعه مادام الاعلام جايبك انت كاركور من الكاركوري مادام عادي عادي انه ما نجيبش يكون اعلام نزيه ومن بعد يقولني ما لا اقله ردني انا قلت بشرط كان هذوما ما يتحقوش مانيش مترشحه واستعجل الفرحه وقال هاكا ماله نقص واحد من المترشحين لا تهنى خويا انا مترشحه للانتخابات الرئاسيه ونحب توريوني كيفاش باش تخدموا الخدمه في الاعلام غير النزيه والهيئه تاع التدليس والفبركه وما اللي باش تعملوه ولا باش تسوغوه في الاثناء من خزعبلات قانونيه باش تقصيوني وريوني يعني يحرفوا لك كلامك خرجوه من 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 تاريخه من جغرافيته من دنيته ما عندوش المعلومه الصحيحه انت وقتاش علمت انتخابات رئاسيه يغلطوا المواطن ويغلطوا رواحهم ومن بعد تخرج بالبونت العريض عماد بن حليمه يقول عبير موسي نحب نشري بغله تولد شوف اللغه وشوف المنطق وشوف كل المثل وشوف كل الجمله المفيده هذايا احنا اللي قاعدين نشوفوه نقولوا يا زينة عايش أختي الرأي اللي عندك هكا مداخلات نوعا ما موضوعية هكاية أما شد صحيح في الموضوعية وراجع المواقف قبل ما تجبد حاجة خاصة على الحزب الدستوري الحر ربما اللي احنا بياناتنا برشا ولوائحنا برشا ومواقفنا برشا تتخلط عليكم أما وقت اللي تبدأوا تحضروا في الكونديكتور ما فيها بس تعملوا طلة حتى على جوجل ولا على صفحتنا تشوفوا وقتاش عبير موسي أعلن ترشحها للرئاسية وسي عماد أنت والعصافير النادرة اللي قاعدين يبداوا يخدموا ونعرفوهم عادة قل لهم يا فرحة متى بترشح على الرئاسية واعملوا مجهودكم الكل باش تقصيني منها واللي قلته البارح أتو تروا التحركات وأتو تشوفوا الإعلام اللي في بالكم باش يقعد هكا تو تشوفوا من هنا للانتخابات وتو تشوفوا تحركاتنا وتو تشوفوا شنو باش نعملوا احنا لأن البلاد مش مسيبة باش يولي شعب تونسي كامل راهين ناس من المستوى الضحل هذايا نتاع جماعة الماتينال هذوكم ونتاع الجماعة هذوما وباش يخلطوا عليهم توا الميركاتو اللي باش يبدا يخدم من سبتمبر وانتوما ماشيين هذايا راهو ماهوش باش يتواصل وتو ترى تحركاتنا وتو شوفوا شكون البغلة اللي باش تولد ولا ما تولدش باهي
نشوفوا توا ريتونا احنا غادي توا نشوفوا سيدون الشيخ اللي هما لفوه البارح في وسطنا الكل وزعما زعما هكا من المعارضه. هذه تلزله ثانيه ما جبتش من عندي. هذيك مثل زلطانية. نشوفوا توا تنسيقية ما يعرف بتنسيقية اللي تنزل زلطانية حتى تصورنا بحذاها. معناها يحبوا يقنعونا توا المهندس والزراعة هذوما والبيادق هذوما انهم هما باش يعملوا مبادرات لاسترجاع الديمقراطية اللي ايقونتها اليوم في الحبس اللي هو الغنوشي معتقل سياسي وسجين حقوق انسان. انا قالك يخرجوا كالعجبوني وكالحجري وكالجماعة اللي دمرت تونس بالحقد نتاعها خاطر كانت تنجم في البرلمان تنقذ تونس لانه عرضنا احنا خريطة التاريخ وعرضنا عليهم الدنيا الكل. بذيك بالحجم هذيك اللي عندهم الفضيحة هذيك اللي في بلاصتهم نعتزل. وينهم نوابهم؟ وينهم مكاتبهم التنفيذية؟ وينهم أمنائهم العامين؟ وين القيادات؟ وكي تراهم انت في التلفزة مبادرة باش نعملوها انا ما فيهاش الدستور الحر وتحبوا تنشعوا وتحبوا تصلحوا تونس وترجعوا الديمقراطية. وشوفوا يعني هاكم ريتو توا موضوع الأذرع متاع المهندس جبهة سيدهم الشيخ اللي فيها الظالميين وطرف مجتمع مدني ما عندوش وجود والمستقيلين من حركة الإخوان والتكفيريين وذوكم كل نسميهم خمسة أحزاب وخمسة جمعيات عشرة معناها مع بعضهم وهذوما اللي ما يسمى قال التنسيقية في القوى المدنية. كان هذيك القوى المدنية على الدنيا السلام واحنا هذاك الشعب هذاك اللي خرج هذاك هاكا الحم ودم ورينا هاكم مش الربوات اللي هبط هيكم كمال الفكي خاطر ما عندوش الجرأة باش يخرج التصميرة هذيك. هذاك ما يسمى الشعب وهذاك ما خرجش وحبيب موسي ما جابت شيء والمعارضة كلها على بعضها مرفوضة ونمشيو لسيادته وسيادته هو 99.99%. يعني هكا ولينا مش باش نقول مش تستبلوا فينا وليتوا تعتديوا علينا. هذا إجرام، هذا يتسمى إجرام. هذه الناس تكذب عيني في عينك على الشعب، هذه ناس تكذب الحقيقة في وين وهما يكذبوا يخصوا مش يكذبوا. حاليا إذاعات استغلوا الفرصة إنه الهيكة هي مدبرة من قبل 25 هذايا و 25 هذايا كان سكتها جملة. أنا مش فاهم شغالة تعمل الهيكة هذيك، مازالوا موجودين فيها ناس، مازالوا يخلصوا، مازالوا عندهم صفة باش يعدلوا المشهد، قاعدين يشوفوا في الكذب، قاعدين يشوفوا في الجرائم اللي تقترف ضد الشعب التونسي. الشعب التونسي انا مشيت له في الاريف، مش مشيت نساله قداش العنب ونقول له حط البلاكه، ليه؟ انا مشيت لهم للدواوير نتاعهم في الدوار، وحكيت معاهم بالضبط شو عندهم وما عندهمش، ونسمع فيهم وقاعده نفهم. الشعب التونسي مش واصلته المعلومه. علاش يقولك تخدر الشعب ومش ليه الشعب مش صحيح يكذبوا. الشعب مقهور 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 ومغدور. الشعب مقهور ومغدور مش ماهوش لهنا. بعض النخب هذيك اللي بيعت روحها للدولار والاورو هذيك ما نحكيش عليها، خليها هذيك على روحها. وبعض هذوما اللي بيعوا روحهم للجمعيات ومعروفين شكون هم الجمعيات انا راه فيهم والتمويلات والدنيا. اما الشعب الكريم على عموم الشعب اللي يحبوا يحطوا له في باله المعلومات هذيا الكاذبه يقول لك انا ما في باليش، ما سمعتش باتفاقيه، شو معناها استيطان؟ شو معناها استعمار باش يجي جديد؟ شو معناها ميلوني؟ شكون هذايا ما يعرفوا شيء؟ ما يعرفوا شيء، يعرفوا كيف انه هما مستهدين اللي ولا كما قلت لكم ياكل حتى في الماكله الفاسده واللي ولا ما عاد خلط على حد شيء ويقول لك شنو نعملوا على خاطر ما يراو في شيء ظلموها عليهم. يحلوا تلفزه ما يشوفوش الحقيقه، يحلوا راديو ما يشوفوش الحقيقه، يحلوا جريده باش يقراوها في القهوه يقدروا باش يشريوها بدينار ولا قداش الجريده ما يلقاوش الحقيقه. ناس احنا شعب التونسي مغدور والشعب التونسي مكذوب علينا والشعب التونسي ما وراونيش حقيقة المخاطر، يوريو كيف حكاية الفارغة، قيس ربكم الأعلى من غاديكا، الخوانجية هاكم هاذوكم ديما هاذوكم هما المعارضة، عبير موسي ماهيش موجودة، تنسيقية القوى المدنية التفويح اللي يعملوا بها الديمقراطية والوتلة والدنيا نتاعهم، وكا هاو، والشعب من بعد كيف يجي يقول لهم شنو نعمل هنا؟
قل لهم اقعد كما انت هتوا الخير يجي. هاو السعوديه عطتنا قرض، هاو درشني عطانا قرض، والميليشيات الفيسبوكيه اللي موثقت لكم قسما برب الوجود الا فما حد باش يفلت من القانون. اعملوا تو اللي تحبوا، اعملوا وحده هذيك اللي درش عامله، الاخرى درش عامله، الاخر درش عامله، اعملوا اللي تحبوا. موثق كل شيء، موثق كل شيء، صوت الماسوره تم كومونتيريتكم بتصوركم بترديلكم بتنمركم بعنفكم كله موجود. شي يخسر عليهم، يخسر عليهم عابيه الموسي وجحها قلبها خاطر جينا قرض من السعوديه. يعني يحطوا للمواطن انه القرض من السعوديه ولا من غيرها حاجه باهيه يزري صحوبية، اللي القرض هذاك باش نرجعوه من دمنا، وماهوش ماشي للتنميه، مش ماشي للكياسات، ومش ماشي للحفر، ومش ماشي للامن الغذائي، ومش ماشي لحد شيء، ماشي باش يمول الميزانيه اللي هي فارغه، باش ينجموا يخلطوا يخلصوا الموظفين، باش يتفاداوا عدم الحق وقتها انتفاضه ما عاد يفكها حتى حد، كان ما عادش يخلصوا الموظفين. يعني ميليشيات مسيبه، صفحات متبع فيهم عندي التسلسل الكل، وصلوهم للمليون ونص والمليون متابع بالروبوات وبالافلام وبالدنيا، صفحتي انا 650 الف رقد هذيك جمله، اللي يتحرك ولا يبارتاجي ولا ينور ولا يعمل عاملين لهم محاصره لاصقه بالساعه وبالساعتين وبالمنع وبالدنيا، والتلفز والاذاعات قاعده تخدم كيف ما حكايا تخلص على ظهوراتنا، تاخذ في فلوس باش تدمر البلاد، لانه اللي يكذب على التوانسه ويصور لهم اللي صار البارح في المشهد اللي توا لخصته لكم انا، وفما اذاعه اخرى اللي اصلا عندهم كاس يدو مشيخ هذوكم، حتى كي يبعثوا مراسلينهم عندهم كاس يدو مشيخ، ما يستعرفوش بحاجه اخرى. هذا ايش يتسمى؟ هذا شنو اللي يتسمى؟ باهي نجي للخليفه اللي هو الناس كل هذوكم كلهم فرد سله، والخليفة المنقذ اللي أنصاره بالملايين واللي الزرقوني يحضر له في سبر آراء. شوف عبد المهندس من هنا للشهر هذايا ولا مطلع الشهر ولا آخر الشهر شو باش يقول له، نطلعوه غادي نهبطوه غادي نهبطوه عبير موسي نخبيه الآخر صافي سعيد ما نعرفش من باش ترسيله المرة هذايا الدبابة ما نعرفش هذوكم كل ما يقولوا جملة هذوكم كلمة بحوراتهم مريقلة وكليماتيزوريتهم مريقلة ودنيتهم مريقلة ومن بعد يهبطوهم هكاكا يهبطوهم هكاكا من الدنيا الأخرى. ما نعرفوش عدا توا الطرح شنين، اما على الارض على الميدان شوفوا شوفوا الاحتفالات. نحبوا تونس، نحبوا شمس تونس، نحبوا عالم تونس، نحبوا رئيس تونس، رئيس لانه ضيق وفير، 10 سنين همشونا، 10 سنين شافونا، 10 سنين دفونا، 10 سنين جابونا، 10 سنين عطشونا. شفتم احلاهم؟ شفتم احلاهم؟ هل صار سيتو هاكم بالملايين اي كذيك مظاهره مليونيه ويعاركوا خاطر الصباح قالوا لهم اعوان الامن راهو الغنوشي اللي هما توا حاسبين رواحهم يسيحوا حاسبين رواحهم قال لك باش يعملوا لائحه في البرلمان يجمعوا في التوقيعات. انتوا برلمان عندكم اصلا وزن ولا عندكم قرار ولا حاسبينكم جمله ولا يحكيوا معاكم ولا يعبروكم؟ قالوا باش نعملوا ليحة. راهو التقليد وانه الحاجه تخرج من وقتها ونجيو نقلدوها بعد سنوات في اطار غلط، راهو هذايا كله ما يجيب حتى شيء. حاولوا البارح طلعوا هبطوا عملوا باش يعاودوا يحيوا الحكايه تاع هاو الخوانجي هاو الخوانجي. اذا بيه جمعتوا الحاره هذوكم اللي خرجوا شرها ميليشيات الفيسبوك نهار طول يسبوا نهار طول مستوى منحط ماسكين الكل ولا يجيبوا فيهم في الجنوبيه قبل زمان، هذوكم خرجوا لي في اعوان الامن قالوا لهم ليه راهو البلاصه محجوزه للجماعه الغنوشي. باش يوريكم حتى هما مخدورين وحتى هما مكذوب عليهم وحتى هما السكنات يبردوا على قلوبهم خاطرهم تورطوا لا اكثر ولا اقل. يقول لك عميل انا نتب في خلق ربي الكل ونقول في الكلام الخايب والقضايا عندي في الفصل 54 يلزمني نقعد شاده في سيتو وكا هو من بعد توسلك لنا سيتو اي توا تسلكوها بالكدا بالكدا بالكدا. دونك هذوكم هما اكل عشره من الناس كي خرج هو في العشيه يمكن نربح واحد منهم يعارك قال جيت من بنقردان والاخر يعارك قال جيت من صفاقس والاخر يعارك ومن دراوي. هذوكم هما مش لموا هذوكم. يعني شوفوا الوضع اللي احنا فيه وضع معناها ما يقبلوش العقل. عبد ما يخصوه تاعت الكل وهو ما عنده الشعب، الشعب اللي عنده في الفيسبوك بالروبوات وبالماكينات وبكل الاطراح هذيك اللي تتعملوا تعرفوها اللي ولات تتحكم في الدول. الشعب في الارض ما فماش. الجهه اللي عندها شعب معاها حي وتشوفوه هذيك هي المرفوضه. وقال لك هذيك فيتو
انا نشوفوا الفيتو علاش كون مشيت نرفع به. نجيو لي الفضيحة الاخرى اللي عملوها اه يا سيدي وسائل الاعلام وريتهم الحارتين هذوما والكذب والكل. على شنو ركزت وسائل الاعلام كل اذا عدت تعوين واذا عدت قفصه واذا عدت مستير واذا عدت حضور محتشم ودراشين على شنو ركزوا؟ فجأة البارح ولا المصدر الرسمي بتاع المسيرات مش انك تحل فيديو وتتفرج في العبيد في الدنيا، ولا مصدر المسيرات انك تشوفها من المريخ، تطلع للمريخ وقتها يوريوهم لك هذوك. انت على تصويره المريخ هذيك انت تقول حضور باهي ولا حضور محتشم. انا باش انت هكا تمتع عويناتك وتدخل تراهم هكايا وكل لابسين بالاحمر هكا ولقوا الكل هذوك قلبك يوجع ما تنجمش تدخل تشوفهم. شوفوا الاذاعه تخص اللي ما تكلموا على حتى شيء كلهم بلا وزارة الداخلية بلا وزارة الداخلية بلا وزارة الداخلية. دونك كلهم ركزوا انه البارح الحدث مش التحرك ولا الاحتجاج ولا فضيحة نتاع انصار سيادته، لا البارح الحدث هو بلا وزارة الداخلية. فجأة وليت مصدر رسمي وموثوق به ومش باش تعرفوا اكثر منها انتوما. وهذاك هو مادام جبهة سيدي دوم الشيخ جابت 200 يلزم الناس كلها تكون من 200 وحتى كان باش تزيد 50 ولا 100 هكاك ذرة ندعى العيون. دونك البلاغ هذاك شو هي البلاغ؟ من هنا باش نجي لخطر اخر وتحذير اخر، لانه فما شكاية مصبوبة ديجا في الموضوع هذا. هنا وزارة الداخلية شنو تقصد انه خرج بليغ تم تأمين وقفتين بطريقة طبيعية، وخرج ذاك البريح نتاع الاستفتاء قال الامن اللي يسبوا فيه البارح يحمي فيهم. يا اخي وليت مزيان، ايش معناها دولة تقول راهو امنا وقفتين واللي هما بوميتين وكلهم كيف كيف ومروا في ظروف طبيعية؟ انتم كيفاش تحبوها تمر؟ انتم اصلا سيدي الشيخ ما عندكمش الحق تعطيه انه يتظاهر. هذيك الجريمه قلت لكم باش نشكي بكم فيها، لانه انتم بينكم قلتوا انه هو تنظيم ارهابي واللي هو مورد في قضيه تامر على امن الدوله ما عندوش الحق في النشر، ومن بعد اعطيتوه على خاطر تعرفوا هذوك مدعومين من شكون. باهي خلينا من هم، احنا شو معناها كي تقول انت تم التامين بطريقه طبيعيه؟ انت شو كنت تتصور؟ شنو تسربونا بالمترات بالغاز على شنو؟ التعرقل قاعدين تعرقلوا فيه وهاك عندكم الفيديوهات، وهاني مش تعبت لهم انا تو الشركات نتاع النقل يحضروا رواحهم، وهاني هاك قلت لهم هاك جماعه نتاع ما عنديش وما نجمش وما احتيمش للاحزاب وتعليمات انتم نحيتوا النقل على الناس ونحيتوا العباد باش تتحرك، هذاك اللي جا عاملينه متهنيين منه، انتم راكم تقعدوا تبهتوا هذوكم عفرته كيفاش طلعوا وكيفاش وصلوا مسكينات بالجيب من تونس ومن خارج تونس حتى من العاصمه مش قريبة راهو اللي يجي من بن عروس ولا يجي من المرسى ولا يجي من الحريرية ولا يجي من البطال، مش قريبة راهي السفرة. باهي انت اش معناها كيف تقول لي تم التأمين في ظروف طبيعية؟ معناها انتوما البارح هما مو ديما يبرمجوا برنامج وديما يتيحوا في التسلل. البارح شنو البرنامج؟ أوكا ظاهريا ما عطلناكمش لأنه أول مرة كيف يعيطونا يقولونا اللي قلتوه في الوثيقة وحبوا يعملوا لك حكاية توفى نص النهار وما مشيت لهمش. باهي اي زعما زعما هكا هو ديمقراطي خاطر هابط عليه الحكايه تاع حقوق الانسان والكونغرس كيما ريت وكاللجنه تاع الخارجيه مخرجت له على حقوق الانسان وسيدهم الشيخ هذيك فرض عليهم انه يخليه يتحرك ويعمل اللي يحب والدنيا الكل. دونك يلزم عطاوه التكتيك الجهاد للمستشارين قالوا له خلي الناس كل تعمل مظاهراتها وقص اللي تقص كيما احنا اللايف ما يلزمش يتشاف الصفحه ما تتشافش الدنيا الكل ما تتشافش، خرج المرتزقه هذوك نتاع الجوقات اللي محطوطين في المنابر يخرجوا يقولوا انه الناس كلها فاشله والناس كلها ما عندها حتى شيء وانت بركة اولى احد، وزيد من فوق طلع الديمقراطي خليت العبيد الكل يتظاهروا. انا نقول لكم ونعاود لكم راهو حقنا في التظاهر وحقنا في التعبير وحقنا في الخروج للشارع وحقنا في المعارضة، ما يفكهولنا حد كي تبدا عنده السلط اللي ما تتصوريش في بالك الكل، ما يفكهولنا حد، بالمتراك ناخذوا حقنا، بالغاز ترشوه وناخذوا حقنا، بالضرب وتحطوني كيكة كيما عملتوا فيك الكهرباء وناخذوا حقنا، بالسبيطارات اللي تهزونا ليهم كل مرة ناخذوا حقنا، بالسياسة وتخليني نعمل النشاط نتاعي ناخذوا حقنا، في الحالات الكل رانا مانيش نساسي وعندكم في حقوقنا. وما عملتوا حتى مزية وحكاية الأمن تسبوا فيه انتوما تسبوا فيه الأمن، احنا الأمن نعرفوا قيمته ونعرفوا شنو هو اللي انتوما عملتوا في وسط المؤسسة الأمنية. الهندانة بتاع البارح اللي يدور في الفيسبوك هذيك نقطة من بحر،
انتم حطمتوها المؤسسه الامنيه من 2011 وقعدتوا تحطموا فيها بطريقه ممنهجه للي اليوم وصلتوها للتسييس. انه وزاره الداخليه تخرج بيانات سياسيه انها تحكي على مظاهرات امنتها هي بصفه طبيعيه وكاني انجاز كبير ولا كاينه شنو اللي صار، هذه مرفوض. والبلاغات هذه بلاغات سياسيه وقاعدين تعملوا في العركه بينكم وبين الاخوانجيه اموركم، هما رشحوكم وهما صوتوا لكم وهما جابوا قيس سعيد للحكم. انا ما عنديش لي علاقه، انا قلت ليه للتصويت لقيس سعيد نقطه انتهى. كي استدعاني ما مشيتلوش من هذا ولا مشيتلوش، نعرف انا شنو اللي فما. إذن انتم كي عندكم عركة بينكم وبينهم بلاو اعملوا عركتكم وحدهم، اما ما تجيوش تحطوا وزارة الداخلية اللي فيها امني وامن صغاري باش انا اليوم نعطي فيها ثقة. كيفاش نعطي انا ثقة في وزارة الداخلية وانت قاعدة تسيس فيها بهذه الطريقة وتهبط فيها تعمل في الشيء هذاك؟ وهاو باش نوريكم المغالطة اللي عملتها وزارة الداخلية وطاحت في شر اعمال وزيرها، لاني انا ما نحكيش على الاجهزه التقنيه وما نحكيش على الاعوان اللي هذوك محكوم فيهم، ما نحكيش على ذلك، نحكي على السلطه السياسيه التي تراس وزاره الداخليه واللي هي تعطي التعليمات للمكلف بالاعلام اللي قاري عند البي ام تي ا والبي ام تي 2 خريج منظومه الاتحاد الاوروبي لتطوير الاعلام تحت اشراف فرنسا وايطاليا والمانيا، هذيك تعطيه التعليمات وتقول لهم اكتبوا البلاغ وخرجوه. انا نقول لك لهنا هذه ايضا جريمه وزدتوا عملتوا جريمه اخرى لانكم كذبتوا على التوانسه ودلستوا. اي سيدي نشوفوها التصويره تاع الداخليه اللي ولات ريفيرونس نتاع وسائل الاعلام، ولات هي تكذب الواقع. نشوفوا وزاره الداخليه تغالط المواطنين. الفضيحه الاولى يعني ربي اضحكوا بشويه ديجا ما عاش بكري توا قبلي قال لي الناس ترقد. ما وزارة الداخلية خرجت التصويرة هذيك وكتبت عليها مسيرة الحزب الدستوري الحر بشارع 9 ابريل، الصورة ملتقطة لعشرة وخمسة وثلاثين دقيقة صباحا. اللي دبر عليهم الدبارة هذية ما يعرفش يخدم، حتى كي تحب انت هكا تعمل في حزب معارض وتحب تقزمه وتحب تظهره، هما ذوكم ديجا اللي انتم خرجتوهم يذول فواديس اك الحربه اللي خرجت مع انصار سيادته، ديجا انتم اصلا اخر ناس تحكيوا على الخروج وعلى التعب. الحاجه الاولى، الحاجه الثانيه قال لك العشره وسبعه، انا العشره وسبعه مازلت ما بديتش المسيره. واضح لكم؟ مازلت ما بديتش المسيره العشره وسبعه. يعني انا العشره وسبعه مازلت يا اما مزيد كهبط من الكهرباء ونسلم على الناس، يا في ثنيه ماشيه، يا انا على عين المكان الفوق قدام دار الحزب ومازلنا ما كملتونا القص اللايف الاولاني وعاودنا وقدينا كينا شطر اللي قلته ساعه كمقدمه الكل ما تعداش لانه المباشر ما حبش يتعدى. وقعدنا ونظمنا رواحنا ولقينا امورنا والدنيا احنا هاكا اللايف نتاعنا وقتاش بدا؟ بدا العشرة واثنين وخمسين دقيقة. اللي يرجع لللايف نتاعنا يلقانا العشرة وثنين وخمسين دقيقة، أنا وقتها نحكي إنه باش تنطلق المسيرة، مازلت في شارع 9 أبريل الفوق من دار الحزب، الدرون اللي جبتوها هذيا صورتني أنا العشرة وسبعة وأنا مازلت ما بديتش المسيرة نتاعي، صورتني في الدورة نتاع قصر العدالة، بالطريقة هذيك وبالعدد هذيك وبالصورة اللي حبوا يعديوها للناس. هذا شو يتسمى سي كمال لفقي؟ شكون المسؤول على الفبركة نتاع التصاور هذوما؟ ما قراش حسابه كي كتب لك العشرة وسبعة؟ هما علاش كتبوا العشرة وسبعة؟ خاطر قبل يكتبوا هذه ملتقطة نص النهار، وهما يبداو من عشرة وقتاش التقطوها من عشرة فينا مريخ ولا فينا كوكب عملوها، دونك يقول لك هاكا العشرة وسبعة في تنبك المسيرة، ما تنجمش تقول كملوا الناس روحوا ولا حاجة، هاكا مازالت ما تنجمش تقول الناس سخنة والقايلة عطت على ريوسهم، خاطر البارح اش عملوا لهم؟ قص البث، عاود أنت ركب الدنيا، باش تعاود هذاك الناس تقعد تبقي، وريدوها أنتم البلاصة، يقول لك توا الناس تروح، وتوا نمشي ونصور ولا اش نعملوا؟ هما لهنا جابوا كذبة لرواحهم. حطوا العشرة وسبعة، أنا يا سيد وزير الداخلية اللي مخرج البلاغة هذيك، أنا العشرة وسبعة مانيش غادي، وأنا نجيب عليك الحق أنك أنت خرجت معلومة غلطة للناس، لازم سيسة، مش من مشمولاتك أنت ما يهمكش، يخرج مواطن، يخرج ستة، يخرج عشرين، حقنا، نخرج كيما نحبوا احنا، مش أنت المكلف أنك تبدا توالي هكا في الناس فريد زعما زعما، هذاك سيدكم الشيخ فريد،
أنا إحنا مزلنا في أوج القوة متينا ومزلنا مزيت ومريت منه حد شيء. إذا حكاية فيرة غير 50 سخانة خرجنا كيف مزيد الجاي مزيد ما تزبوش أنا ماذا بيكم المرات الجايين كيف كيف التغطية تكون بصفة طبيعية شي تتراجعوا عاد يبدل التكسيك وتتبدل المصالح يتولي معاش بصفة طبيعية ونرجعوا لك اللغة تاع هنا ليه وغادي ليه وما تمشيش والكهرباء تخرجش والكهرباء ما تمشيش والترينو توقفوا تاع التجاير مازلنا باش ناخذوها راه الترينو التجاير حاشتنا بيه عنا وين نمشيو بيه راهو دونك لهنا انتم عملتوا جريمة جريمة التدليس انكم تكذبوا على البوينتا وخرجتوا العشرة بسبعة غادي واحنا ماناش غادي هذه الاولى الثانية باش هكاكا نضحكوا بالقدام في قدام تو هما في بالهم معناها كي هبطوا تصويرة كيف هكاكا هذه صدق الله العظيم سيم ونزلة هذيك التصويرة صحيحة انا عملت ضحكة هكاكا جست نضحكوا دوا قبل ليل باش نوريكم انا شناش نعمل في التصور ما هو هبط هكاكا هبط عمل وحفتر وقد ومال اللي حب انا نجم على تصويرته هو نزيد نعمل له حاجات اخرى تفرجوا احنا اش عملنا باش تفهموا المصداقيه نتاع زيادته في بينا تصويره كيف هذيك باش تحكم في التوانسه هاي تفرجوا ريت التصويره نتاعو هو هي اللي من هنا هكا فيها شويه نام مسافر تيلي هكايا هكا فيها تاكسي صفراء قدام المحكمه وهكا فيها هذوماك اللي واحد ما فهمتش هذوما اللي من هوني وين ماشيين احنا دايرين الغادي دونك فهمتش فين ماشيين هذوكم وانا وريتكم قبيله الفيديو تو نعاود نرجعه لكم الفيديو بتاع احنا دورتنا من غادي انا شنو محليها شوف انا اش عملت ريت ما كليت ناطر قلت لي هكا نحيتهم انا تيق بيهم انت اللي انا نحيتهم هاي نجم نحيه نحي كيما يظهر لي دونك هما التصاور اللي تعبتوا فيهم من المريخ راهو باللوم تشربوا ماهم ما عندهم حتى ربع مصداقيه وشوفوا لي اش عملت تاع التاكسي اللي كانت في الباركينغ او حطيت له قدامنا احنا رديت له في الكيس تحب الكراهب هذوكم الكل نصففهم لك توا ونردهم كورتيج ونطلع فوقهم علم ونقول هذيك مسيره بالسياره تحب نعملها لك توا خذ انا نبعث لك واحده كيكه لك الكراهب الكل تمشي نصففهم لك في شارع 9 افري تحب هذيك توا نعبيها كلها ناس انا نجم نعبيها كلها ناس او كزدت باش تزيدوا تفهموا هاكا زدت حطيت لكم شجره زرعت لكم شجره في الكيس باش نزيدوا على الاقل نجيبوا شويه اكسجين يعني تستمتعوا في كويسه توا عام 2023 بالذكاء الاصطناعي بالدنيا اللي تجد تتقلب بينها توا موجوده هكا يقلبوا لي سليختي الكل على بعضي بالذكاء الاصطناعي ونبدا انا نضحك جيت تقنعوا في التويسه بتصور هكاكا من المريخ من جوجل ايرث ومن الدنيا درك كيفاش تصوروا درك كيفاش تعملوا وتشخنتوا باش تقدوا حتى خرجي لك انا تصويره ايدونتيك اللي خرجتها انت ناخذ تصويره حقيقيه ونخرجي لك ايدونتيك ونعرف نزرعها ماك الروبواتك قدك هذوك ونزيد نزرع لك فيها كما قلت لك اشجار ونعمل لك فيها مسيره نتاع سيارات ونجم نعمل لك فيها عماره هذيك نجم هذيك ردي كلها عمارات 8 تيقان تحب ردي لك دبي ما بتوصلش بالي في دبي نجم راهو هذيك ردي لك دبي تحب ردي لك فيها بحر نجم راهو نقول لك هكا الفوق هذيك ردو بيسين انا فوق قصر العداله دونك جيتي تضحكوا على الناس تضحكوا على الاغبياء اللي يصدقوكم تصاور كيما هذيا تهبطوا فيهم وزاده الداخليه طيحتوا لها قدرها للشيء هذايا زعما العباد اللي شاركت ما تعرفش روحها شاركت كي تتفرج فيكم شو تقول الناس اللي حلت وشافت الفيديوهات كي تتفرج فيكم شو تقول راكم قعدتوا ضحكه دوله تخدم مع الشعب بالكذب تخدم مع الشعب بالخزعبلات تخدم مع الشعب وانتك عملت هيك شو تحب تقول تحب تقول انه الشعب مع الحاكم بامره هكا ما خرجوش معانا انت العباد شافتهم على عيني ما كان العباد شافتهم والعباد بينهم شافوا بعضهم ياخذوكم مش عباد الوحدانية توصل بيكم الناس هذوكم ما عندهمش عائلات ما عندهمش صغار ما عندهمش ولد عم ولد خو ولد خاله شافوا في المسيرة وتفرج فيه وروح له بالفيديو وروح له بالتصويرة يستنى في كنتي باش تهبط هذيك ومن بعد وسائل الاعلام تولي بناء عليها اذاعة التطاوين يا اخي بعثت واحد اذاعة التطاوين صورنا هي هبط التصويرة دخلت الباجي هبط التصويرة ام هبط 300 شخص وجابت الخلاص 200 شخص اذا التطاوين منين ريتها انت 200 شخص و 300 شخص هذيك اموركم مع سيدكم الشيخ يمكن 200 ما حصلوهاش امورهم اما انا حاجه كيف هذيا فلاغرون راكم كثرتوا على ما وصلوكم اذا اجهزه الدوله والدرون هذيك راح نحطوا فيها بفلوسنا الدرون اللي تستعمل فيها انت باش تخدم الحاكم بامر ولي نعمتك باش تقعد انت وزير داخليه محسوب علينا في تونس وتمشي تبيع لنا البلاد وتمشي تدخل لنا الاستيطان وتمشي تدخل لنا المهاجرين ومن بعد تدخل لنا عندهم زوز حلول يا يتاقلموا في حدود الادماج يا يرحلوا اي شكون باش يرحلهم وشكون دخلهم
مش انت وزير الداخليه؟ مش كان مشيت ورينا كيفاش دخلت المهاجرين من الحدود خيرك من اللي تبع في عبير موسي تنقط في الروبوات وتلقط في التصاور باش توري ان هي ما معاهاش الشعب. الشعب يعرف روحه مع شكون، والشعب انا نمشيله وما نستحقش انه حتى يجيني. اما هو الحمد لله وين النادي ونقول مسيره الناس تهب، 50 سخانه الا 10 سخانه ريتونا في البرد وريتونا في الثلج وريتونا في العرق وريتونا في اضراب الجوع وريتونا في القاعه وريتونا في التمرميد الكل وصامدين والحمد لله ولاباس. دخلتونا للسبيطارات وضربتونا في صحتنا وبقدرة ربي لاباس باش تتحاسبوا. كل شيء موثق وكل شيء موجود، تنجموا تتغاوا توا، تنجموا تتجبروا كيما تحبوا، تنجموا تنسيوا اصلا انتوما وين باش توصلوا. نهايتها شنيا؟ عهده وتنتهي، واحنا حريصين ان العهده تنتهي في اطار القانون وبالصندوق باش ما تبكيوش كيما قاعدين يتباكيو الخوانجيه. انقلبوا علينا انقلبوا علينا، فهمت؟ لا، توفى بالصندوق وتخرجوا بالصندوق وتتحاسبوا بعد بالقانون. وقتها غير ما تندموش على اللي قاعدين تعملوا فيه توا من كذب على الشعب التونسي ومغالطه للشعب التونسي ومحاوله البقاء في الكرسي بكل الاثمان بما فيها حياه التوانسه. الناس اللي قص عليها الضوء فيها شكون اللي تسلت الفيشه بينهم يدوروا الفيديوهات وماتوا، الناس اللي ضحيتوا بهم وقت الكورونا باش خدمتوا ال 25 جويليا، الناس اللي اليوم قاعده ميته بالشر وميته بالدواء تاع الكونسير ما تلقاهاش وميته بالانسولين ما شفت تلقاه شوفليه ولا فيراغون شفت تلقاه شوفليه، هذاك كله ذنب في رقبتكم الكل. المهم تقعدوا في الكرسي. كان جديدوا حاجه باهيه للتوانسه، راني انا اول واحده خرجت وقلت للتوانسه اخلي راه قاعدين يقدوا في حاجه باهيه، وهاو جاي الصندوق تو نعرفوا شنو نعملوا، اما انتم قاعدين تخربوا، قاعدين تدمروا، الاخوان جي عطاوها لكم طايبه، خايخه، خامره، ما فيها شيء، كملتوا انتم عليها، وما زلتوا تكذبوا، وما زلتوا تراوغوا، وما زلتوا تناوروا بفلوس الدوله. اخرج اعمل انت حزب، ليلى الاحزاب ولينا مجرمين، هذه باش تفهموا فيها زاد المده الجايه، تاع الاحزاب وليلى الاحزاب، ما نحبوش الاحزاب ومجايتنين وتخرجوا كل اربع كعبات ميليشياتكم، الاحزاب عملت لنا، الاحزاب قدت لنا، وهم عاملين حزب يكذبوا به على الناس وماكم شفتوا شنو اللي صاير، اخرج اعمل بامكانياتك، اخرج اعرق انت، اخرج ورينا برامجك، اخرج ورينا اش عندك، اما تاخذ درون تاع الدوله اللي صرفتها عليها الدولة من ميزانيتها باش تخدم بها أطراحك السياسية وتكذب على الناس تقول لهم العشرة وسبعة، وين العشرة وسبعة من الزخ ما بديتش أصلا، والفيديو تاع قبيلة هكا وراتكم الناس وراتكم كيفاش درنا وراتكم الأعداد نتاعنا وراتكم الدنيا الكل. أنا مش ساكتة عليكم، أنا مانيش ساكتة عليكم، مش باش يتعدى التدليس اللي عملتوه هذايا، ومش باش يتعدى الكذب اللي تعملوا فيه على التوانسة، ومش باش تتعدى الإهانة، لأنه اللي صار هذاك البوليسية البارح يراو فينا قدامهم. يراو فينا قدامهم ومصموتين بالشمس وصار فينا، اللي كان بعد كفو العباد اللي خرجت تدافع على بلادها انكم تحتقروها وبرروا خرجوا هذوكم ولا اقل من هذوكم، من واجبك تحترمهم كان جيت انت تعرف شو معناها مسؤول وتعرف شو معناها دوله، الدوله انك تحترم الاقليه قبل الاغلبيه كان ما في بالكش، اما انتم جهال بالديمقراطيه وجهال باداره الدوله، انا كان جيت في الحكم يبداش الحرب هكا، اربعه من الناس نهبط ونمشي نحكي معاهم ونعبرهم ونقول لكم اش بيكم؟ وعليش محتاجين وشنو اللي فما ونحل لهم المشكل، مش الاف مؤلفه تهضر ومساكن يصير فيهم بالشيء اللي عاملينه انتم مصعبين علينا العيشه، ومن بعد تحتقروهم وتقزموهم وتكذبوا عليهم باش تقولوا رانا احنا في الكرسي والشعب معانا، الشعب مش معاكم. انا درت ومازلت باش ندور ومازلت باش نكشف الفضايح ومازلت باش نوري، وتو نعمل انا فيديو ونوريكم وشنو قالوا لي التوانسه وشنو اللي فما في الاحياء وفي الارياف وفي الدنيا، وكل يوم باش تلقاوني انا مع الناس ونمشي للناس ما حاشتش بيهم انا الحكايات هذيا اللي توما باش تداو الدرس وتعملوا. انا الشعب مش معاكم، الشعب كيما قلت لكم مقهور ومغدور ومحطوط عليه الرشاوه، خاطر المرتزقه نتاع الفكر الاجرامي اللي يسترزقوا من الكاشيات اللي ياخذوا فيها قاعدين يتلاعبوا ببلادهم، دمروها 10 سنين وهما سيدهم الشيخ سيدهم الشيخ سيدهم الشيخ، توا ولاو يلعبوا فيها كحله حمراء، هذاك من غادي يحسب روحه جوقه، وهذاك من غادي يحسب روحه سيدي الشيخ، ومن بعد يتقابلوا مع بعضهم وتولي وزاره الداخليه هي المصدر الرسمي اللي عطاهم المعلومه، وتفضل تفضل شوفوا حزب مدام موسي، تفضل تفضل شوفوا صوره الريح، هو ما جرأش يحط
خاطر التصويره اللي حطوها علينا احنا، خاطر عارفين اللي انا باش نخرج ونجاوب وهما شافوهم الفيديوهات، او حتى تاع سيدهم الشيخ، خاطر سيدهم الشيخ اليوم راهو يخدموا بهم يعملوا بهم في اطراح وبرا، عارفين رواحهم سياسيا انتهى الموضوع، انا يلعبوا بهم في اطراح يقدموهم وقت يحبوا، يجبدوهم وقت يحبوا، يخرجوهم وقت يحبوا، يركدوهم وقت يحبوا، هذيك الورقه اللي قاعدين يلعبوا بها مع بعضهم قيس سعيد والخوينجيه والمهندس. هذه ناس تعرفها، دونك تجي ضربه فيهم هكا انتوما حالتكم حليله ويدافع عليهم وقال ماك تعرف سخانه والناس مش مهتمه بالسياسه، هذاك السم اللي بثوه، علاش الناس مش مهتمه بالسياسه؟ خاصنا الماء سياسه، خاصنا الضوء سياسه، انك ما تلقاش ما تاكل سياسه، انك مسخ في بدنك خاطر ما تلقاش باش تدوش سياسه، هذاك كلها اسمها سياسه، وما ينجم يتبدل حال الناس الا ما يختاروا حاكم يعرف يحكم. وبالتالي الكلها سياسة اللي صاير ويقول المواطن شو الحل، الحل انك تعرف تختار، انك توا تناضل على الصندوق باش يتحلك ويتحلك بالشروط والمعايير الدولية اللي صدعوا لنا بها رؤوسنا في 2011 وما كانوش يحبوا يعملوا الشريك المتميز خاطرنا احنا ديكتاتوريين. يا اخي توا يراو في هذا الكل بالتويسة وصلوا الى كما قال اخر بغلة وتولد، وصلنا احنا البغلة خير منا تولد ولا ما تولدش، وما زالوا يبيعوا ويشريوا فينا. هذا مش باش يتواصل، الرد باش يجيكم، الرد باش يجيكم في المرحله القادمه. وتو تراو حزب الدستور الحر كيفاش باش يتحرك على كل الواجهات، والمرتزقه هذوما والوفاق الاجرامي اللي يحتلوا في المنابر ويغلطوا في الناس يحضروا رواحهم للمحاسبه القانونيه. دوسي اوغلو اللي مراقدينه في الشرطه العدليه، ودوسي اتلانتس اللي كي جمهوريه يحشيكوا فيه الاجراء، والدوسيات هذيا نتاع الاسترزاق اللي يعملوا فيه يتحلوا. وفي كل الحالات الميركاتو اللي تحضروا فيه للعام الجاي هذاك مانيش باش نقبلوا به. وما يسالش قولوا بغلا وقولوا تولد، ما هو كي دخلنا البرلمان قالوا 16 ما عندها ما تعمل، يا اخي شفتونا شنو نجموا نعملوا، نعملوا كل شيء على خاطر بلادنا، والقوه اللي فينا انه ديما نضحكوا وديما بالقانون وديما بسلميه وديما ما نهدوش الدوله، لكن نفتحوكم ونعريوكم ونوريو للتوانسه حقيقتكم ونخليكم غدوه ما عندكمش عين تغزروا بها لصغاركم، ما عندكمش عين تغزروا بها في المرايه، لان ذوك اللي حقرتوهم انتوما وخرجوا وعرقوا وتعبوا واللي فيهم شكون قلبوا وقف واللي فيهم شكون رصدوا في السبيتار، هذوكم توا يوريكم كيفاش ينجموا يسترجعوا بلادهم، وانتوما ما تنجموش توريو عينيكم تغزو حتى للمرايه بينكم وبين ارواحكم بالشيء اللي عملتوه وبالاحتقار اللي احتقرتوه للتوانسه. المعركه ما زالت طويله ومتواصله، ونحن لها بكل اقتدار وبكل حنكه وبكل رصانه، والصيف يتبع بالرزانه والعبره بالنهايات. وكما قلت لكم وقت اللي عملتوا الاتفاقيه نتاعكم وقاموا يضحكوا ميلوني شيخه في بالها سايي كسبت القضيه، قلنا لها غيغا بيان كي غيغا لو ديرني، ما زالت العركه. وبربي في اخر النقطه، لانه من ضمن الخزعبلات البارح فما شبكه تاع صفحه الخوينجيه هاكا كشفوا بعضهم، ظهروا انكم الكلهم ريزوا مع بعضهم، شوفوهم بربي في اطار باش يوريكم يخدموا مع بعضهم، والزوز عندهم هدف واحد انهم يمسوا مصداقيه الحزب. هذايا شو اسمه بوليتيكات وانتخاب قيس سعيد وندمت وقاويج البرلمان والراجل اللي قرم ونسنا افام ووزير الضغط وكرتاج افام، وهذوكم الكل اللي تعرفوهم ضدنا وتعرفوهم ما عندنا بهم حتى اتصال، هاكا عملوا بث مباشر مشترك وهاكا بالصدفه كلهم عندهم 13753 فيو هي بيدها، خاطر هما عندهم التقنيات اللي مقريهالهم المهندسين كيفاش يعملوا بث مباشر من برشا صفحات وفي نفس الوقت، وزعما زعما يروجوا مسيره الحزب الدستوري الحر باش يزيدوا يعطيوا فرصه لجماعه الخليفه. هاكا احنا وتسيطر رانا كيف كيف، تعرفوا موقفنا من الخوينجيه وتعرفوا موقفنا من اللي صاير هذايا في البلاد، ومش مشكل اكذبوا كيما تحبوا، هذو ما يلزموناش، وهذوما في اطار طرح يخدموا فيه وحدهم، هاكا قلت لكم عليهم للتاريخ، هذا شطب عليه قطع ومقطوع، ما يلزمنيش وما حشتناش بهم 13753 اللي زعما روجتوهم. وكان في بالكم وحطوا في مخكم احنا ضد الخوينجيه وضد قيس سعيد مرشح الخوينجيه ومنتوج منظومه اتلانتس، اللي حطوها في بالكم بالقدا وخليوها لهنا في بطنكم بالقدا. اللعبه هذيا نتاع هاكا هما والخوينجيه ويقعوا يقولوا في نفس الشيء راهي ما عادش تاكل. للحديث بقية تنتظروا منا في المرحلة القادمة
وفي الأيام القادمة تنتظروا منا تحركاتنا وتنتظروا منا مواقفنا، وطبعا تنتظروا منا كل ما سيقوم به الحزب في هذه الفترة، وإن شاء الله ما يصير. كان الخير تونس باش نسترجعوها، والناس اللي خرجت البارح هذيك عطات برشا أمل للتوانسة. انتم قعدوا في واد حكيوا على رواحكم، الأمل تجدد في النفوس، الناس حست ش معناها النضال، حست ش معناها تعرق على خاطر بلادك، حست ش معناها توصل للسبيطار وقلبك يوقف على خاطر بلادك، حست كيفاش نحي 10,000 من قوت صغارك وتاخذ بها التاكسي وتجي ولا تركب بها في الكار ومن كار الكار ومن مترو الكار ومن الدنيا باش تنجم توصل. عرقنا عليها بلادنا وما زلنا باش نعرقوا عليها وما زلنا باش نتعبوا وما زلنا باش نتمرنوا وباش نفكوها باش نرجعوها للتوانسة اللي قهرتوهم وغدرتوهم وتلعبوا بهم خاطر بعتوا رواحكم للدولار وللأورو. للحديث بقية وسجل يتاريخ. تصبح على خير. كذا شو وقت ساعتين؟ اللي مروحين من المهرجانات تنجموا يتفرجوا فينا توا. كان خليكم مولا الفيسبوك تتفرجوا، كان ما خليكمش توا تلقاو الخبر الكل عندها ياكل الحزب والتنوير ومن بنزات الداتاوين وامورنا هينيا، المعلومه توصل وصوتنا عالي وصوتكم غالي يا تونس. تصبحوا على الف خير. باي باي.